السلام، اسعد الله صباحكم كل خير في حلقة جديدة من فقرة بدون تحيز. في البداية هرحب بإخواني، حياك الله يا منصور، صباحك الله بالخير. تبقى يا أبداح وتنجى، الله يرضى عليك، صبحك بالنور، صبح على الزملاء الغالين، صبح على السادة المشاهدين، وصبح على الجميع، وصبح على المتسابقين، يقول لهم صباحكم خير عقب هجاد جاهم أمس. إن شاء الله يعني أجادوا وأحسنوا التصرف. نعم. الأخونا الغالي صدصد سلطان آل سعد، وعاد بنجي في المحاور، ما ودي أجبعها مثل أخويانا اللي قبل. زين، سالم سالم عبد الله، حياك الله يا منصور، يا مرحبا أبو سحاب، حياك الله، صبحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور. أنا كان ودي والله تبدأ بأبو عبد الله، بما أنك أكبر مني 8 سنوات، 10 اللي تبني أبو عبد الله. أوكي، كبرت عمر، عندك مشكلة أنت أصدق مني في الموضوع هذا. صبح بالخير عليك إبداح، وعلى أبو عبد الله وأبو منصور، وصبح على السادة المشاهدين، وصبح على المتسابقين اللي اليوم كانوا في الريالتي مميزين جدا. أشكر ابن خشمان وهباس على مبادرتهم حقت جبر خواطر، رسالة جدا نبيلة، ومن مكارم الأخلاق أن يكون الشخص في الحياة جابر للخواطر. اليوم فاقد ابن خشمان على طريف البث، فاقد عقاب عسى ما شر، أما الباقيين كانوا متميزين اليوم وحاضرين، فأشكرهم شكر كبير. الله يعطيك العافية وسحاب، ونرحب كذلك بكبير العمر والقدر أبو عبد الله، حياك الله. يا حبيبي إبداح، أول شيء صباحك سعيد، صباح الزملاء أسعد، صباح الجمهور أسعد وأسعد، صباح على المتسابقين، صباح على أخواننا الزملاء المقدمين، ولا صباح ولا افتتاحة جيدة في وجه رشيد طحوس اللي زعلني اليوم بأمانة. من المهنية الإعلامية رشيد، الخافي خافي، ما لك حق أن تكشف أو تصرح أو تتكلم أو تبحث خفا شيء، أنا أزعلني أمانة جدا. لكن في أبيات أنا ودي إذا سمحت لي إبداح، خذ راحتك، دخنت بقوة والله، تصعيد في تصعيد. أنا أقول، أو ما هو بنا اللي أقول، شاعرها يقول، لكن أنا أقول أنا ولد عم الذي خاطره زين. أعطوني بالله خالد عبيد، أعطوني خالد عبيد، أنا أحتاجه في الهنجر، في الهنجر حطوا عليه الكبير، يحافظ عقل الله. في هذا تصميم مرتب. إيه والله، الحدث الوحيد، التصميم الوحيد اللي بيجي مرتب. لا لا، لأنه هو يقنسك، يقنسك بين رشيد زعلني والله. وش السبو عبد الله، ليش زعلني الآن؟ أنت قاعد تسأل خالد تحرجه، تقول له علي خالك، علي ابن أخيك، علي، متى سألناك يا رشيد أنت ابن أخي فلان ولا لا؟ في مسابقة أو في، فهمت علي؟ متى سألنا أحد الزملاء المقدمين أنت فلان المتسابق اللي معنا يقرب لك ولا ما يقرب لك؟ هذا شيء محزن يعني، معليش، أنت قاعد تطعن بمصداقية قناة، قاعد تطعن بمصداقية زميل، وأنا ما يعني ماني بمدح، أنتم تعرفوني كلكم، لا أبو سحاب، لا أبو محمد منصور، لا أنت يا إبداع، عروف، لا ملتوني وعرفتوني أني أنا رجل أحسب نفسي والله حسيب أني أنا صادق وأمشي وعامل الناس كلهم سواسية، ما قد نحس لأحد، ما هو قصورا أو أني أنتقص، لا، أنا إذا إيه؟ تتكلم على القرب وصلة الرحم ولا القرابة، تمام؟ أنا أقول لك، أنا في كل القبائل لله الحمد يربطني معها صلة دم، ما هو كلام، يا سلام. نعم، كل القبائل تربطني معها صلة دم. أنا لي بالمطران عرق، بالمطران لي فيها عرق، بالعتبان لي فيها عرق، بالقحاطين لي فيها نسب، بالسبعان تلزمني معهم الخوة والرفقة، بشمر في بيني وبين شمر دم، في عرق بيني وبينهم، الأكسور كل القبائل، كل القبائل. نعم. أنا ما أنتقص أحد، لكن أقول لك إذا أنت، وش اللي زعلك علي؟ علي وش اللي زعلك؟ زعل سؤال إبداح، وش فيه؟ سؤال رشيد، سأل يقول أنت علي يقرب، ليش ما طيب تصرحنا؟ لا، أنت مفروض ما تزعل من رشيد يعني. مفروض تزعل من خالد. لا ما أزعل من خالد، ليش؟ لا، صار ولد عمي ولا ابن أخي يحنني من كلمة تجيني من واحد زعلان. حاول ينكر ترى خالد، حاول يصرف، لكن محمد أنت واحد، بقولك شيء، أنت واحد يا محمد من الناس اللي تضايقوا لهم قالوا أنت متعنصر ضد مع خلف، أكيد صح ولا لا؟ كعنصرية قالوا أنك تعنصر، أزعل، لكن يوم قال أنه يقرب لي ما قلت لا. أنت كنت متعنصر؟ لا ما كنت متعنصر، هل جيتك أنا قلت لك محمد متعنصر؟ لا 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 لا، أدري أن محمد إيه يصفط الخلف الزينة ويصفط قبل خلف البرنامج أصلا، ما في إيدينا شيء أصلا عشان نقدمه ولا إحنا بنقاد فقط. أنا هذا شيء أقولك زعلني بأمانة، لكن عموما لك الحق في الرد يا ابوه. انا ولد عم للناس كلهم الطيبين، انا ولد عم الذي خاطره زين، وانا ولد عم الذي يجلي الهم،
أنا ولد عم الذي يقلع الدين، أنا ولد عم الفرج ساعة الغم، أنا ولد عم الدواء، أنا ولد عم الدواء للضعيفين، أنا ولد عم اللي لأهل الردى سم، أنا ولد عم الرجال العزيزين كالسابت الأمداح كالثار كراهة الذم مثل خالد اللي دوله الأمداح ما هو طيب راس ذا. كفو والله خالد، والله طيب راس. كفو كفو يستاهل خالد. الطيب كم قرب رجال بعيدين وصاروا به أكثر من مجرد بني عم. هذه شاعرها صالح المطرب في صرف. بيض الله وجهك، صح الله لسانك. خالد صح الله لسانك، قبيلة عزيزة. خالد ولد رجال طيبين. كفو. أبوه حاز المكارم والكرم والجود كله. نعم. ما هو قصور بحد، لكن أبوه طيب راس ولا هي غريبة عليه، ومنسب طيب، وافخر خالد من نفس قبيلتي، وافخر خالد طيب. ونعم. راس ما فيها شيء. ونعم. ولا لكن شوف، في قاعدة تقال، ما مثل شعبي هو يقول لك العم من عمك بنعمة، والخال من كنت من همه خالي. من خلا من همي فأنا خال له. يا سلام. ومن كسته نعمتي فأنا عم له. يا سلام. هذا ديدنا الناس كلها، فأنا خالد أفتخر فيه مثل ما يفتخرون فيه قبيلته وينتسبوا له. يا سلام. كفو كفو عبد الله في خالد. ولا ينتقص من خالد. أنا سؤال رشيد زعلني بأمانة، وأنا قلت أبرر هذه النقطة. بيض الله وجهك. بيض الله هو ولا بك قصور ولا في خالد قصور. طيب. قبل أن ننتقل للمحاور، أعطونا إحصائية اليوم، خلنا نستعرضها للسادة المشاهدين. إحصائية اليوم، ساعات البث 12 ساعة، عدد الفقرات 4، الشيلات 5، القصائد 0، ولا قصيدة. غايب ابن خشمان. وابن خشمان ما طلع تقول أبو سحاب اليوم في البث، ما طلع. ما شفته. لذلك ما في قصائد. السوالف 32 سالفة، تقييم اليوم 80%، نجم اليوم سالم عبد الله. صحيح. وكذلك فيه خالد بعد كان اليوم متفاعل، لكن سالم كان أكثر حضور فيستاهل يكون نجمه اليوم. طيب، المحور الأهم اللي نفتتح فيه حلقة اليوم واللي أبي أخذ رأيكم فيه نقادنا، اللي هي دخولية الجنرال والقرارات اللي أصدرت. أول نبي نتكلم عن دخولية الجنرال ونتكلم عنها بشكل عام. أبو سحاب، لبيه، كيف شفت دخولية الجنرال وكيف شفت القرارات اللي اتخذها الجنرال؟ والله يا بداح، صل على النبي، انتم الحاضرين والسامعين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. دخوليه الجنرال دخوليه كانت تحتاج النسخه، البرنامج حصل فيها اخطاء كثيره وتاخرت، وصدصد مبدع ومؤدي دوره الجميل سوى نقله كبيره في صناع القرار، صانع قرار قريب من الشباب، ما هو بماخذ هيئه معينه مكرره. انا احيي الهيئه اللي يدخل فيها كاركتر. سلطان ابو تركي واحييه، لكن انا صراحه ممكن الناس يمكن تصدمون نوعا ما من الكلام اللي بقوله، لكن انا رجل لا ابيع ذمتي ولا اشتري ذمه احد، انا دائم ابرئ ساحتي من بعض الامور. الجنرال دخل امس، حط شرع قوانين المفروض انها كانت موجوده في بال الشباب بس غيبوها، حقت غرفه السجن وزين ان نورهم، عطى خصومات، اسقاطت فياض، هذه اظن تحسب لجية الجنرال حلوه، يستفيدون الشباب منها من النقاط. لكن انا اشوف ان الجنرال ما وفق البارح في اصدار القرارات. الجنرال البارح ظلم في وجهه نظري، ظلم غير مبرر في اتخاذه للقرارات. استهلوا خصم، يستاهلون خصم بالآلاف، لكن ما أتكلم عن جميع القرارات، أتكلم بشكل عام. أنا في وجهة نظري واللي أربطه بالأحداث اللي صارت وبالمخالفات اللي صارت، أنا أشوف 500 اللي كانت على محمد مناحي ما لها تبرير، ممكن عشان ما برر له ولا أقنعه فخصمه كان ردة فعل، فما أشوف لها تبرير خصم لمحمد مناحي 500، خصمه للشباب اللي دخلوا اللي غابوا عن فقرة غدوة 5000، أنا أشوف أنه ما هم منطقي أبداً، انكثرتها 2005 2000، وجهة نظري البسيطة اللي تخصني الحالي. هذه طبعا خصوصاً 2000 قصدك عبد الله، غير 2000 اللي راح تخصم عليه في الفقرة، غير حق الفقرة، غير يعني هذه خصومات زايدة عن جية الجنرال الحالة. 5000 اشوف فيها ظلم كبير. وش الفرق بين واحد هارب تعطيه 7000 وواحد غايب عن فقرة تعطيه 5000؟ يعني في تناقص، زي في تناقص. في في لا قربت الخصومات وكأنك حطيتها من نفس الدرجة، ما هي من نفس الدرجة. أمس مشعل القنور ما يستاهل الاستبعاد، مشعل القنور ما يستاهل الاستبعاد، وأنا مدرك لكل ما أقول ومدرك لكل الأحداث اللي حدثت،
سواء اللي على الشاشة ولا غير الشاشة، حللتها بشكل عام، مشعل القنور أقصى شيء يستاهله أنك ترحله برايب. أما عبد العزيز الأسلمي فوالله العلي العظيم أنك ظلمته وظلمت الشاشة وظلمتنا حنا. عبد العزيز الأسلمي يستبعد، لكن أخذتك فيها الرأفة والرحمة، وهذا شيء غير منطقي وغير مبرر. فأنا أشوف أنه طيب أمس ومسحاب، ليش وش السبب اللي يختلف مع الجنرال اللي قرر يرجع عبد العزيز بخصم فقط 7000 ويستبعد مشعل؟ عطني انت رايك. انا شوف ابدح، انا وياك عارفين التفاصيل ولا احنا معرجين عليها، لكن انا ضد ارتجال القرار اللي فيه مثلا تعصب اكثر او فيه زعل اكثر. انت مقدم فقره، في فرق لما تصدر قرار وفي فرق لما تضبط نفسك عشان تجيب قرار جديد. عبد العزيز الأسلمي هرب قبل كذا وقفلنا صفحة الهروب، ولو كل هروب راح تعطي عليه 7000، أنا كمتسابقة بدرين عليه 7000 خصم مجرد ما أهرب، فبقرر هروب اليوم الفلاني بيعطيني 7000. طيب أكمل جزئيتي وأقفلها. عبد العزيز الأسلمي هرب بعد انتهت مرحلة، مفروض الهارب في أي برنامج واقعي خصوصا بعد التكرار استبعاد. عبد العزيز الأسلمي رؤف بحاله أمس، أما مشعل فهو ظلم. طيب أبو سحاب، واللي معليش خلني أكبر السالفة، معليش أنا بخربها، بتصعدها والله بصعدها. اللي قال للجنرال استبعد ظلم الجنرال وظلم نفسه. طيب وظلم مشعل القنا. دقيقة، أنا قبل أن تغلب منصور أخذ رأيه. الآن إحنا قدام السادة المشاهدين شافوا القرارات على الشاشة، ما اختلفنا، أنت تقول بدون ما أتكلم في التفاصيل، المشاهد له الحق أنه يعرف التفاصيل اللي بناء اعتمد عليها عبد الله الروقي في أنه يقول مشعل القنور ظلم وعبد العزيز لازم يستبعد. المشاهد بالتفاصيل أثبت لي يا أبو سحاب ليش مشعل القنور ما يستبعد عبد العزيز يستبعد. كذا 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 تفرجت نظرة عبد الله، لا ما يقدر، ما يبي يقول عبد الله، لا لازم يقول. لا بفصل لك. أول حاجة مشعل القنور خصم عليه 5000، حلو، وهو غايب عن فقرة، هو أساسا يعني هج جاء، هو حظ يعتبر حظر، أقل حاجة أخف من خلال. من اللي خصم مع مشعل كم واحد؟ فيحان وسلطان وناصر وناصر، حلو، 5000 هم كلهم حرام يأخذون 5000، هي مفروض طيب. إنها 2000-2005 إذا مرة كثرتها، حلو، إذا جاء دلوق 3000 سلف يا حبيبي. الغياب عن الفقرة يا أخوان والله العظيم ترى موضوع مرتبط بتقوى الله سبحانه وتعالى، سبحانه، لأن 3 أسابيع كم سبحانه. واحد غاب، كم واحد غاب عن فقرة، سبحانه، كم واحد غاب عن أحمد العوض، غاب عن خلف، غاب عن شو اسمه، غاب عن علي هادي، غاب عن مجمل، عن نايف الرفيدي. هل في لائحة؟ ما في لائحة. أنت ارتجلت لائحة، حط عقوبة مقبولة. أنا بعطيك الحق ترد هروب 7000، هروب 7000، أنت حطيته 7000 منطقيا، غياب عن فقره 3000، 2000 هي في اللائحه اساسا 1000. ابو سحاب انا ما اتكلم عن النقطه هذه، ال5000 سواء مستحقه او غير مستحقه هذا رايك، إيه؟ حلو، انا اتكلم عن كلامك يوم تقول مشعل القنور انا ضد استبعاده وانا مع عبد العزيز، وش الاسباب اللي خلطت الاسباب؟ إيه؟ تكرار حاله الهروب اذا تمت على قرار 7000، فموضوع الهروب موضوع ما يشكل خطر ابدا. طيب نهائي. سؤال، مفروض عقوبة الهروب، حلو، هي تعتبر عقوبة رقم واحد. دقيقة، حلو، خلي وضع أيوة. هروب جوال بعد المرحلة اللي خلصنا منها اللي ناقشنا فيها وطالبنا فيها كثير، مفروض انها الان تكون في الصف الاول من العقوبات. هربت معك جوال، الله يستر عليك، مضبوط، حلو، غياب عن فقرة 2000-2005، حلو، 3000 اذا جادلني. فانا اشوف ان مشعل القنور الحل الوسط اللي كان معه واقصى شيء يرحل برايم. يا سلام. أما عبد العزيز، حتى برايم ما رحلت عبد العزيز، أنت حتى أدنى حاجة ترضيني أنا وتقنعني كناقد ما رحلت برايم، أعطيته 7000. فأنا بالنسبة أسألك سؤال أخير، ما وفق القرار، وفق الحضور. أنا بسأل أبو منصور عشان يكون رد لك. أبو منصور هنا يقول أن الاستبعاد وفي الهروب عليه استبعاد. طيب هذا كلام أبو سحاب ما يناقض القرار اللي أصدر على هباس باعترافه قرر عليه 14000 لأنه استبعد مرتين، فلازم يطبق على عبد العزيز مثل ما يطبق على هباس. هباس اعترف، بعدين عبد العزيز اعترف، قدام الاعتراف يخفف من العقوبه. قدام جاوب بس، قدام جاوب وبعدين لا على اساس ما تفوتني ويعتبر. تفضل ابو سحاب. باص من يوسف الثنيان، تفضل اذا تشوفني يوسف الثنيان. سجل انا سامي الجابر. للعلم هباس اعترف، يعني الجنرال مفروض فوق سالفه انك تستبعده تحط في بالك ان جبناه هنا وسالناه وقل ادبه علينا،
ولا اعترف ومعك اعترف. هباس قال حاجة اعترف فكان في تعاون مع الجنرال، فهذا المفروض يؤخذ بعين الاعتبار انه ما اعترف. طيب ومنصور ردك على الكلام السحاب. خلني ابدا انا كاتب نقاط، بس قبل كل شيء ايه؟ ابو سحاب وجهة نظرة تحترم في النهاية، لكن خذوا ما حدث امس على المكشوف. يا سلام، نبي المكشوف احنا، هذا اللي يبغونه المتابعين. انقل ما حدث من 4 أو 5 مصادر. كنترول موجود، مقدمين موجودين، كل من شفتوه امس اسالوه، وانا اطالبهم اذا كان الكلام اللي انا بقوله الان غير صحيح ترى في ذمتكم احد يطلع يغرد يقول كلام حمد منصور غير صحيح. نعم. وانه ما حصل هذا، ما حصل ليله البارحه. سلطان آل سعد اللي هو الجنرال كان داخل معاه قرارات، القرارات اللي كانت قبل الفاصل مش هي اللي بعد الفاصل، اختلفت. لازم تعرفوا اختلفت 180 درجة. حلو. تغير شكل البرنامج من وإلى، والسبب طلع الكلام أن أخونا مشعل القنور تهجم على الجنرال، وهذا غير صحيح. ما لمس، كان هو يعني الخلاف مع الجنرال بس أنه ما وصل الجنرال. مشكلة مشعل القنور أمس مع أخوياه قام بالضرب، ما عندي إلا الصدق، لا 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 هذا الصدق، تضارب مع 2 أو 3 من أخوياه في النسخة. نعم. اللي بيض الله وجيههم اكتموا السالفة ولا يبونها تطلع، لكن بما أن مشعل يتحسب على الناس ويدخل في اليوم، أنا شايف له بث يا أخوان، اليوم شايف له بث، أنا كنت متعاطف معه، لكن يوم شفت بثه يقول السلطان، يقول أصلا أنا اللي معطيه وجه حالي ألعب معه وما أدري إيش يقول أرقص معه، وآخر شيء يقلب علي. ما قلب عليك سلطان، أنت من تهجم وكنت تبغى التهجم، يوم ردوك أخوياك ضربت أخوياك يا مشعل، تستحق العقاب والخروج بلا يعني ما يدع مجال للشك. هذا ما حدث، دخلوا الشباب والكنترول وتم فض النزاع وهدوا الشباب قالوا ارتاحوا. هنا سلطان السعد في النقطة هذه، هنا سلطان السعد لازم يتقرر. ايه؟ قرر من نفسه، وأنا أحييه من هذا. مشكلة برامج الواقع، ايه؟ جمهور برامج الواقع تقبلهم للأفكار الجديدة بطيئين جداً. الى متى تبغون نجيب واحد يهاوش المتسابقين ويخافون منه يا اخواني؟ هذا كان مسرحيه، مع احترامي الشديد لكل من كان، خلاص يعني شباب كبار نجيب لهم واحد يهاوشهم او واحد ميب زينه يا اخوان، وخلاص فكره قديمه ولا يجيدها الا من كان موجود، الله يمسي عليه بالخير ابو سلطان، كان هو فعلا من يجيد هذا الكاركتر. اي احد يبغى يقلد ابو سلطان احب اقول له ما تقدر. نعم. هذه الله اعطاه الوهبه، هذه اعطاه الموهبه، هذه ابو سلطان ما شاء الله تبارك الله رجل تربوي، اذا تكلم ودك انه يسكت. نعم. تربوي بكل ما تعني الكلمه من معنى، وانا احييه من هذا المنطق ولا ضده معاذ. نعم. الله احنا نتكف. نعم. ابو سلطان رجل نقدم له التحيه ونقول له الله يوفقه وين كاركتر خاص فيه، ولكن كستايل ما نقدر نجيب. نعم. فسلطان الان عايش القصه بطريقه جميله، اوكي في البدايه ما راح يتقبل، لكن في النهايه الرجل لازم ياخذ فرصته كامله. نتكلم في 90، ما ابغى اضيع عن يعطيكم حصه. حلو حلو، عشان ما تضيع، عشان ما تضيع. بس لك سؤال الان، انت قلت ان مشعل تهجم على، يبغى يتهجم على سلطان ورده اخوياه وتمشكل معهم. إيه؟ عشان نوضح الصوره. اي مشعل كان الا يبغى الحدف عليه. إيه؟ حتى لو اي غصب، عرفت؟ 5000 يا حبيبي، تحيه الهباس، احيي هباس جعل يسلم حاج من كل ما كبر الضحك، يقول 14000 ويضحك. 5000 سويت صجه يا مشعل، ما راح تاخذ الحدث، الحدث امس ما راح، ما كنت راح تاخذه. طلعوا فاصل الشباب وعز الله ما صار خير في الفاصل، هذا ما حدث في ان الخلاف اللي صار. تدخل سعد الطويل، تدخلوا اداره القناه الله يعطيهم العافيه، حلوا المشكله اللي مع مشعل ومع زملائه. ما طلع مشعل امس الا واخوياه راضين عليه ويودعونه، حتى اللي كان بينهم الشجار قالوا له الله يبيض وجهك، ترى احنا يوم نوقفك ما نبيك تهجم على سلطان. ثم هذا ما له، هذا مقدم. نعم. لازم نحترمه، هذول الشباب جايين عشاننا عشان ينجح برنامجنا. انت يوم ردينا قرف ضربتنا، احنا ما لنا دخل. نعم. لكن ما طلع امس الا هو راضي عليه وراضي على اخويا. تمنيت انه يكون بكل الشبابيه، طبعا هذا انقله انا، واذا احد من الشباب اللي كانوا موجودين يقول يتابعنا ويسمعنا، واذا كنت غلطان ما صحح لي ترى انت محسوب. اي احد يشوف ان هذه الروايه غير صحيحه يطلع ويقول. هذا ما حدث ليله البارحه. عز الاسلمي جاء مع عبد الله الروقي وجاء عندي وقلت له اعترف، وهذا اخر شيء على الطاوله. وانا ما توقعت ان سلطان السعد يبي ايضا يحقق معاه، لان لو كان هو صاحب القرار في النهايه احنا نوصي. نعم. احنا توقعنا ان اعتراف امس، بما ان عبد العزيز الاسلمي اعترف وقال انا فعلا سويتها
فهذا يرجع الموضوع بينه وبين الجنرال. نعم. حنا طالبنا باستبعاده، امس الرجال قال حطنا كذابين ونحن نتبلاه، هذا مو صحيح يا عبد العزيز الله يسامحك. لكن بما ان الشيء هذا لا كيف، انا مع استبعاد مشعل على اللي صار امس وضد عودته، انتبهوا خط احمر ما يرجع. نعم. على الكلام اللي انا سمعته من الرجال في السوشيال ميديا على سلطان السعد اللي ما ضره ولا ردت فعلك الله اكبر 5000 الحين، لكن رجعته بتضر وانا ضدها. سؤالي يا ابو منصور سم، الان هو بعيد عن المقدم صاحب قرار يجب ان يحترم بالضبط. اكثر يعني بالضبط. انا جاي اصدر قرار. يا سلام. مشعل ليش هو الوحيد اللي كانت رده فعله مبالغه؟ ايه؟ علما معه اربعه كان نفس الخصم او ثلاثه. ايه؟ كلهم نفس الخصم. ايش معنى مشعل؟ جهل من هل في توصيه من احد؟ لا 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 جهل. يعني تصدر المشهد او جهل من مشعل انه يبغى كان يبي يطير بالليله. ايه؟ طاربها فعلا، ولكن نعكس هذا يحسب ايضا لقناه الواقع. نعم. هذه تحسب لقناه الواقع، اول مره تستبعد متسابق مو بجماهيري ولا، وكان قرار اني لحظتها، وهذه شجاعه. نعم. لا من صاحب القرار ولا تاييده من الاداره، يعطيهم الف عافيه، هذا دليل يعلم الله ما فيها من الشو مثقال ذره، كان قرار سريع باذن الله انه بيعتبر بيدرون المتسابقين في خط احمر. نعم. ما يتجاوزونه الشجار احنا في قناه محترمه، ما راح يطلع هذا على البث، ولكن ستعاقب. الناس اللي يقولوا ليش طلعها على البث؟ كيف نطلعها على البث؟ طلعها على البث بكره تكفون رجعونا، ما نقدر يا اخي نضرب بكيان كامل عشان خاطر شو سخيف فيه ضرب وفي ما نقدر يا اخي. اتمنى ان هذا يكون مقدر عند الجمهور، وان الاداره كل المتسابقين، هل كل المتسابقين اللي هنا زملاء بيسمحون له انه ينظلم مشعل ويخلونه يطلع كذا بارده مبرده؟ هل هذا منطق؟ هل الاداره يا اخوي نقول فيه اثنين ظالمين ثلاثه، هل الجميع يا اخي ما حد يقدر يقول الحق هنا في القناه؟ يا اخواني مو منطق، دام المشهد طالع للجميع، النجوم المقدمين امس موجودين كلهم، الكنترول عادل هيف زملاء ايضا، هم ما يبون يذكرون هذا الشيء، وانا يعني اعي واتفهم الموضوع هذا انهم ما يبون يذكرون خويهم الا بكل خير، لكن انا انقل هنا من باب المصداقيه، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تحسب تحطنا احنا ظالمين يا مشعل منصور، يعني الاستبعاد ما يقر على الاستبعاد الا بحدث يستاهل انك تقر على الاستبعاد. يا سلام. ما الاستبعاد يجي كذا من فعلاً لو كان الوضع ايه؟ بحث عن شو او جماهيريه او من الكلام هذا استبعدت واحد جماهيري. يا سلام. عبد الله الروقي ترى وجهه نظر عبد الله من شخص يرى من بعيد، عبد الله ما كان بالكنترول ولا بحث، عارف انا مو مروي يدق وش السالفه، ما يهتم كذا يجي لا 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 يقول انا اللي طلع على الشاشه بحاسب عليه. لا 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 معليش من هنا انا لا معليش تحترم في النهايه. معليش انا اطلعت على السالفه ودرت طيب. فيها وسمعته هو فلبث يقول والله يعني كلامك هذا بعد وهو سمعته فلبث يقول والله ما كان لي قصد اضربه، كلام هو مش على القنور نفسه بعد يقول والله ما كان قصدي اضرب، كان قصدي اتفاهم. طلعت مذاكر هرجع، ما في شيء اسمه مذاكر، في شيء اسمه طال عمرك على اساس نعطي كل ذي حق حقه. يا سلام. قلت لك مع كل هالمتغيرات انا اشوف متسابق مجتهد، متسابق يعني يسعى، متسابق عنده حلم، متسابق ما هو بكثير اخطاء، مشعل ما هو بكثير اخطاء. كل هذه لها اعتبارات، ممكن اني اندفعت، ممكن اني عصبت، اوكي حصل تهجم وهذا شيء مرفوض. لو تتهجم على اطرف واحد من المقدمين او من العاملين في القناه نرفض يا مشعل لك ولغيرك، لكن سلام. انا اقول لك مع كل هالاعتبارات يعني ما توصل للاستبعاد. ما توصل للاستبعاد، انت ظلمت الظلم اقل حاجه ابراهيم يعني، واذكر السبب. طيب ما بين اما عبد العزيز بما انك تبي تطور في القرارات تبي تطور فيها، واجتمعت وسوينا حفله احنا هنا وبغينا صار بيننا وبين الجمهور جدال، اذا ما طورت موضوع الهروب انا اشوف انه يعني او خليت العقوبات بالدرجه الاولى ما استفدت شيء ابدا. طيب ما بين مؤيد ومعارض على القرارات ابو عبد الله، انت يا في صف ابو سحاب يا في صف محمد المنصور ما في لا ثالث لهما، لكن ابي اسمع رايك عن الموضوع هذا ووجهة نظرك. شوف بالنسبة هي كفتي ميزان، يا معايا ضد، ما فيها وسط، ما في رمادية، ما في منطقة رمادية في الموضوع هذا بالذات، لكن أنا وجهة نظري تمام. الجنرال الجميل بكل حالاته، لكن أمس ما وفق لأسباب كثيرة، خلينا نذكر أبرز الأسباب. مشعل القنور، أنا أتفق مع عبد الله أن مشعل القنور ظلم تمام، والموضوع اللي حصل لا يستدعي الاستبعاد،
اكون معك صادق، لا مشعل امس ظلم ظلم قوي يعني، بناء على وش؟ بناء على اشياء كثيره. انا ابي اتحلله للجمهور. اذا انا بأميل على مع كفه محمد منصور، إيه؟ الاولى في الاحداث السابقه اللي حصلت، في احداث حصلت عندنا ناقشناها احنا هنا بدون تحيز، وكنت انت فوكست عليها ايضا وشي يا وشي. ابداع في خلافات وحصل بين المسابقين، توصل للضرب، حصل بينهم خلافات، فهمت علي؟ وحصل فيها مشكله. الاصل انك تستبعد كل واحد، حصل هذه اليه، انت بتحط اليه تستبعد الكل اجل. لا طلعنا فاصل، حنا انت ذبحت المشهد، ذبحت القناه، جاي ذبحت المخرجين. انا بخلي يوضح الصوره بعدين بنرجع لك. اما الجنرال امس ما وفق في اداره الموقف من بدايته، من يوم ما كان جالس مع نواف وجمع الشباب الاربعه. الاصل اني انا اخذ واحد واحد واخذ وجهه نظره ورده على ما ينسب له، واخذ مشعل القنور. اول شيء الجنرال طلع على المسرح وقال يا مشعل وقف، لما جاء مشعل يتناقش معه بيشرح له، لانه ما شرح له في السجن الصندوق الاسود. قال يا مشعل لا تطلع على المسرح، لو طلعت على المسرح واعترف ابرحلك برايه، ما قال استبعاد. لو قال بستبعدك بيرجع، لكن قال انا برحلك برايم، يعني لا زال في مجال اني انا اناقشك. طيب وش السبب اللي طلع فيه فاصل؟ وش كان السبب؟ ليش طلع فيه؟ السبب اللي طلع فيها الفاصل لو هو نبي نذكره احنا، لا انا ابيك تذكر للجمهور. شوف يا ابو عبد الله معلش، انا بعرف انا رجل قانوني. ابدا قبل ما تكمل انا شيء على الشاشه، طلع على الشاشه ابو عبد الله. قبل ما تكمل انا رجل قانوني، احمي قانونيه هذه القناه، طيب حق القناه. انا ما طلعت فاصل عشان ابرر وش اللي طلعت فيه فاصل. لا محقق، لا مو محقق. دقيقه ابو منصور، ابو منصور عدل ليش تحكم؟ ابو منصور دقيقه ابو منصور، مظلوم معليش. انا بسالك سؤال، بخليك تكمل. دقيقه، انت ما تاخذني بالزاويه هذه يا ابو عبد الله. انا ما اقول لك انت رجل قانوني على عيني وراسي، لكن انا اتكلم اقول ان ليش طلع فاصل اللي بسببه جاء استبعاد. الجمهور يبي يعرف. جميل، لازم تذكر ولا لا تقول انا. لا 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 اللي جاء الاستبعاد زي ما صرح الجنرال انه لتهجمه على الفقره، استبعد لتهجمه على الفقره، مع ان الجنرال قال في بدايه اختلاف وجهات النظر بينه وبين مشعل واعترض مشعل عليه، قال برحلك برايم اذا ما رجعت يا مشعل، ما قال استبعاد. الجنرال رجع بعد الفاصل واستبعد مشعل لانه تهجم عليه واختلف معه بالراي. لا خلاف لا ذلك لا خلاف غير صحيح. انا لي الظاهر غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح، مره غير صحيح، وانت تدري انه غير صحيح يا علي. يا اخواني ليش ما ننقل؟ الناس ليش متحسسين من ننقل؟ نتكلم انا ترى يصير في كل بيت، يصير في كل مكان، مو مشكلة. يصير الشجاع عادي، ولكن لا تقول ان انظلم. ما حدث كان ضرب بشكل يعني غريب من مشعل لاخويا. حقك تعترض انا رجل اتحدث بمهنيه على الشاشه، اجل لا تقول ظلم على الشاشه، انا اتحدث عن الشاشه. اجل لا تقول ظلم، لا تحكم. لا ظلم، كيف تحكم؟ اجل ليش ظلم؟ ظلم لانه قال له لو طلعت واعترفت علي برحلك برايم. يا محمد ايه قال له لو طلعت. انا اكمل وجهه نظري، انا ما اعترفت. يا محمد ما قال، خليني اعطيك الحق. قال له انا لو اعترفت علي وكملت اعتراضك برحلك برايم. ليش ما رحله برايم؟ عني اعلمك ليش؟ ليش؟ لانه طلع هو على المسرح اصلا، طلع هو يوم طلع الفاصل وهو رايح للمسرح، قال اذا طلعت على المسرح ليته طلع بس على المسرح. طلع على المسرح وضرب اخوياه اللي واقفين قدامه عشان يوصل للسلطان، قال السلطان بحاله وقف وقف وقف، طلعوا واصل دخلوا الجميع. يا عمي علي هادي ذوبه انشق امس، لا ما يمتنع من قسما بالله. هذا يا اخواني ما احنا نقول الصدق، احنا نقول ما اذا احد من الكبار، اذا احد بيسكت مو بقايل الحق ترى ابو منصور. قل لا اله الا الله، اسمعني، صلوا على النبي. انا بسمع دقيقه، بسمع ابو عبد الله. تفضل ابو عبد الله، تفضل وجهه نظرك تحترم، ولكن انا اذكر الحق. دقيقه ابو منصور، لا خلص ابو عبد الله، بعطيك الحق في الرد. لا خلص، ما عندي رد. اتمنى ما تقاطع، بس خلي يخلص وجهه نظره. اسلم، انا ارى انه ظلم. كلام الجنرال كان واضح، اذا تعديت هذه النقطه ساحيلك برايم، ليش ما حالها برايم؟ هذا واحد. مشعل جاي يبرر له، يقول انا ما تعاملني. هو فعلا انا اتفق مع عبد الله، كيف تخصم على الكل 5000؟ الرجل يقول لك انا ما تعاملني بال 5000، انا وصلت الى ساير، هو اللي قال انا ما مكمل. كيف انا تحطني بنفس الميزان اذا انا قايم وحاضر وجاهز؟ ساير هو اللي طلع، ليش مقدم استعجل؟ ما هو من حق ساير ايضا ينهي الفقره. حلو، تمام. انت يا ساير، الاصل ان ساير رجع وقال ترى مشعل حضر لكن انا ماني مكمل. لكن انك تنهي وتطلع فاصل يا ساير وتخلي كان الكل ما حضر، لا بين الحقائق، هذا حقائقه. فانا اقول مشعل ظلم، الجنرال المفروض انه امس احال مشعل الى البرايم. اما الخلافات اللي ذكرها محمد منصور ما جت تحت الهواء، هي تحت الهواء وتحل تحت الهواء. لا لا لا، من حق الجمهور يدري. انا دقيقه طال عمرك، هذا يغرد مشعل. مشعل الان يغرد في تويتر، اسلم، مشعل بن علي يغرد الان يقول غير صحيح وكلامك ما فيه ذره صحه يا محمد منصور، ولا وفقت ترتيب السالفه غير موجوده. طيب
اتق الله في نفسك يا مشعل، اتق الله في نفسك يا مشعل، اتق الله في نفسك يا مشعل. أنا أشاهد الجميع، إذا كنت أنا قلت الكلام غلط ولا هو صحيح يطلع أحد من اللي موجودين في كنترول، المخرج، أي أحد يقول لي. أنا ما أطلب منهم يقولون كلام محمد صحيح، لا، إذا كان كلامي غير صحيح قولوا فعلا محمد غير صحيح. أما أنت يا مشعل فأنا والله ما ودي يعني أقول يعني أدعي على أحلف بالله ونقعد في مباهلة، والله هذا ما حصل ولا لكن انتبه يا مشعل، ترى الكلام والله العظيم يفزينا كلنا ندري. أنا أنقل هذه وجهة النظر وأنقل اللي حصل للمشاهد، خذاها حب وكرام ما خذاها بكيفه. في النهاية ما أسلم الرجال، أنا بس حقي عليك، حقي عليك أبو منصور، لا تحلف، لا تحلف. إلا والله نشوف. لا صح يا محمد، محمد أنا حاضر أمس وبداح حاضر، تمام. أنتم موجودين أمس؟ عندنا موجودين وحاضرين. طيب. المشهد كامل يا محمد. قلها أبو عبد الله. كلامي غلط؟ أبو عبد الله. كلامي غلط؟ أنا ما غلط، كنت خوي على طالع. لا 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 لما حقك. هذه أمانة علي. اللي عكس لك الصورة أمانة لك. عكسها لك. أمانة يا علي. صحيح. هذه أمانة. لا. مهنية قل. يا محمد هذا شيء ما طلع على الهواء، أنا كمهنية ما طلعها على الهواء. ليش ما تطلع؟ ما تطلع على الهواء. ليش فاصل طيب؟ لا تظلم سلطان. ما أبرد أبو عبد الله. أبو عبد الله. أبو عبد الله. جماعة الله يرضى عليكم. دقيقة دقيقة. عشان النقطة هذه ما خليت عدي، ما خليت عدي النقطة. دقيقة أبو عبد الله. أول شيء عشان نتناقش عشان المشاهد يفهم. إبدح إذا بقولنا إحنا ما نقول تحت الهواء. منصور عشان أنا المقصد قاطع الأصوات ما راح أطلع. بس أنا هذا أخذ تعليق لي في الموضوع هذا، أنا طالب ما عاد بمعلق أوعد. طيب. أوكي ما نقول شيء تحت الهواء، أوكي؟ بس ما نقول إن سلطان مظلوم، إن هذا مظلوم الرجال، ثم نقول لا، بس ما نقول اللي على الهواء، لا 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 لا. ما هو مظلوم وبنقوله. شوف أبو عبد الله أنا بسألك سؤال. الآن الجنرال هو صاحب قرار. حلو؟ المسألة اللي تؤدي إلى فاصل لن تؤدي إلى فاصل إلا مسألة لازم يطلع فاصل، علما أن الفقرات الوحيدة اللي ما تطلع فيها فاصل إلا في أمر كبير هي فقرة الجنرال، لأنها فقرة قرارات. الفاصل اللي طلع الآن طلع بسبب إشكالية، هل هو تهجم على المقدم أو تهجم على المتسابقين؟ في اثنين أبي تختار. أنا أقول لك اللي قالها الجنرال التهجم على الفقرة. طيب التهجم على الفقرة سؤال. التهجم على الفقرة وصاحب القرار وش عقوبتها؟ أنت رجل قانوني. إيه اسلم. المقدم الفقرة قال إذا تهجمت علي أبا أحيلك إبراهيم، أعطى العقوبة. قال كذا طلعت. قال أنا بعطيك استبعاد. إذا طلعت على المسرح. تمام. أنا بعطيك عقوبة. أنا برحلك إبراهيم. ما قال بطلعك استبعاد. أنا أتكلم عن كلام الجنرال الآن. هذه نقطة. النقطة الثانية أنت لما تتكلم عن الفواصل، الفواصل تدري نحن نطلع الفواصل إذا كانت مخلة. طلع لفظ ما هو بجميل، طلع صورة ما هي بجميلة على الشاشة، نطلع فاصل. احنا نطلع فاصل. تقول طلعت الفاصل خطأ؟ تقول اللي أمس خروج الفاصل كان خطأ؟ يعني أنت تقصد؟ أكيد خطأ، لو هو مو بخطأ كان طلعناه على الشاشة إبداع، أنت موجود معي أمس. طيب أنا أشوف اللي أمس أبو عبد الله، أبو عبد الله سؤال. سؤال. المنظر اللي حصل من الشباب هل يطلع على الشاشة إبداع؟ سؤال. طيب أوكي. تمام هذه نقطة بس بكمل. لا قبل تكملها يا أبو عبد الله معليش. تفضل. أول شيء أنا سواء كنت موجود أو غير موجود ليس لي الحق باني اقف مع هذا ولا اقفها حتى لو كنت اعلم بالموضوع. انا هنا تمام. دقيقه لا تدخلني في الموضوع ابو عبد الله، انت موجود ولا انت موجود؟ انا هنا حيادي، ابيك تتكلم بوجهه نظرك انت يا ابو عبد الله. وجهه نظري أنا؟ نعم لا وجهة انا وجهه نظري من وجهه نظري انا ارجع للاساسيات والاصول. الاصل ان الجنرال قال اذا تهجمت علي طلعت على المسرح بسوي لك ترحيل ابراهيم، ليش ترفع العقوبه الى استبعاد؟ حلو هذا كلامي انا. حلو انا الان وجهه اللي انا قاعد اتناقش فيها الان بعيدا عن الصح والخطا مما قام فيه مشعل او ما قام فيه، انا اتكلم على كلام الجنرال. انت الان شخصيه اعتباريه، شخصيه ذات هيبه في البرنامج. حلو. اعطيت امر انه اذا تجاوزت هذه الخط اباحيلك ابراهيم، اذا العقوبه هي احاله ابراهيم، ما ترتفع الى استبعاد. حلو هذه نقطه. اما موضوع عز الاسلمي إيه؟ انا ما راح اتكلم على هذه النقطه. عز تجاوز علينا امس الكونفشن روم، وانا ما راح اعرج على موضوع عز ولا اتكلم عنه لين يجي يعتذر بعد ما اثبت هو بنفسه انه هو غير صادق. طيب احتراما للكلمه ما احنا جايين كذاب، معني كنت قلت عن نفسك كذاب. طيب لا انا اقول نيابه عنك. ابو اسحاب بشكل سريع، عبد العزيز الاسلمي كذاب. انت ما زلت مصر؟ طيب اعترف. هذا مو المصطلح الصحيح، هو حط كذاب لا هو الكذاب وما احتاج احد يدل عليه. عموما انا عندي تعقيب عبد العزيز. السالفه بشكل عام مشعل انت اخطيت، لا تغرد ولا تتعب، انت اخطيت. قول لي يا شو سمعت. انا معك، انت اخطيت، والتفاصيل اللي سولفوا فيها النقاد كلها حصلت. انا اللي كنت ضده، وليش قلت ان الجنرال ظلمك؟ لان اساسا 5000 كانت فوق المعيار. والشيء الثاني كنت الجنرال حط اعتبارات ان ممكن الولد عصب، يصير المواقف هذه يصير. نعم. فيها ردات فعل، يعني اضبط نفسك قد ما تقدر، عط الشيء مناسب. انت قصدك انه ما توصل للاستبعاد؟ ما توصل للاستبعاد ان الولد عنده روح في الأمة. اللي حصل لا نقبله لحنا ولا يقبل الجمهور ولا يقبل عاقل ابدا هذه. نعم. وجهات نظر
نحترمها ونقدرها، وكل شخص له وجهة نظره الخاصة فيه، ما نبي نسهب في الموضوع الأول والأخير عند صاحب القرار، خلاص انتهينا على تغريداته يعني تكفى. نعم. تكفى بشكل سريع مسلم، طولنا والله في المحور هذا خشمي. طولنا بشكل سريع. التعليق الأخير يعلم الله، وأنا دريت من أمس حتى وأنا دارين في مشكلة، وغررت بإذن الله أني بسعى مع مشعل، احنا نجد لأن الخلاف يحصل والرجل يعني شوي اشتم وتجي العافية، وبينه وبين أخويا إن شاء الله حتى سلطان بنطلبه. ولكن أنا يوم سمعت، يوم دخلت مع، كان مع الزعبي خوينا المنشد قام يتكلم على سلطان عقب اليوم العصر، يعني بعد ما بردت السالفة يا مشعل، ليش ما يعني لو والله العظيم لو أني قلت كلام طيب كان نقدر نطالب، أما كذا بعد فعذرني. طيب رسالة بس السلطان أخيرة، رسالة السلطان كجنرال معليش سلطان، لو أنك فرضنا، خلينا نعيد السيناريو بشكل لطيف يا سلطان، فرضنا أنك جلست مع مشعل قبل بدل ما تطلب الأربعة عندك في الصندوق الأسود، وطلبتهم واحد واحد وجلست مع مشعل، قلت شو اللي حدث يا مشعل، وقال لك القصة كذا كذا كذا، وإني أنا جيت ولكن ساير ما كمل الفقرة ومشعل ما أعطاه مجال يبرر، صار فيه تداخل أصوات ما بينهم كلهم، فما أعطاه مجال. لو أنك أخذت الموقف هذا معه وجيت الشخصية اللي إحنا معروفة أنك أنت رجل بيد عقاب وبيد توجيه ونصح، وهذا المطلوب منك، تخيل لو قال لك الكلام هذا، هل كان بتصعد الموضوع وبيجي يعترض عليك على المسرح؟ كان أقل ما فيها أنت جبت قلت والله أنا بخصم على مشعل مثلا 3000 والبقية على 5 لأنهم ما قاموا، هذا أقل شيء وتنتهي الموضوع. أنا شكرا عافية، ما قصرنا في المحور هذا، خذينا طولنا فيه، نبي نروح للمحور الثاني. طبعا المحور الثاني عندنا محور نواف الأكلبي، إذا نواف موجود عطناه في الكفوش الروم، كذلك استعرضوا المقطع لنواف الأكلبي يقول البرنامج ما في خوة، البرنامج تجي عشان الكاميرا فقط، لذلك استعرضوا لنا المقطع وجيبوا لنا نواف الأكلبي في الكفوش الروم، خلونا نسمع منه. المقطع جاهز يا شباب. أبو سحاب بسألك سؤال. لبيه. الآن سؤال، البرنامج هل فعلا انك اذا دخلته، في ناس ما تفرق بين الخوه وبين الهدف اللي في البرنامج، كيف المتسابق يجمع ما بين خوه وما بين انه ما يخسر الكاميرا؟ طيب الهدف كلنا دخلنا برامج واقعيه، الهدف انك تاخذ جائزه، والهدف انك تكسب جمهور، والهدف انك تنافس بشرف، هذا هدف متاح للجميع وكل واحد وهمته، لكن الهدف هذا ما هو المكسب الوحيد، الخوه مكسب، واللي تتعلمه في البرنامج الواقعي مكسب، والدروس اللي تاخذها في البرنامج الواقعي والصدمات هذه كلها مكسب. لكن عملية لما تخير نفسك، أنت تخير نفسك أنك تبي يا تكسب الكاميرا يا تكسب خوياك، هذه معادلة خاسرة. ليش تدخل نفسك في التحدي هذا؟ تقدر تكسب الثنتين، تقدر تكسب الثنتين، تقدر تاخذ الرقم الأول وتصير ريالتي عالي، تقدر تاخذ الرقم الأول وتسوي منجزات عالية في البرنامج، تقدر يضربك المثل، تقدر تسوي كل شيء. بس العملية هذه وكلام نواف أنا ماني منصدم منه، عموما النسخة هذه يبداح إيه؟ نسخة الغيابات حلو، ونسخة الهوشات، ونسخة البيعات. البارح صار لهم اسم جديد عندي، نسخة انفصام الشخصيات. حل لي هذا انفصام الشخصيات ليش؟ تخيل أنهم ودعوا مشعل قنور من هنا بعد 14 دقيقة بالضبط لعبوا لعبة حركية. لا الشباب بمشاهد كثيرة قاعدين يبينون انهم في 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 بحر وسباحه وغرق نفسي، تصريحاتهم توضح، تعاملهم على الشاشه يوضح. انا ماني منصدم من كلام نواف الأكلبي، نواف الأكلبي لو كان في بدايه برنامج ما صرح التصريح هذا، لكن بعد ما رجع وعرف ان المهمه عليه صعبه الان، يبي ينجم اكثر، فيه مع ناس ماكلين الهواء وماكلين الجو، فصرح التصريح هذا، فهو خطا. تقدر تصير خوي كويس وتقدم أخلاقيات عالية وتمثلها الخير تمثيل وتأخذ الأول، وممكن تأخذ بعد نجم الجمهور معها، بس هذه ما يحققها غير الحقيقي مثل سلطان السمي، مثل هباس فرج ممكن على لو عنده بعض المخالفات، مثل حاتم الحربي. فهمت الفكرة؟ اي فاهمة. طيب عبدالعزيز الأسلمي شوي كذا وشوي طيب كدا. المشكلة ممكن تكون في نواف نفسه، يعني الآن بعضهم أكثر يقول والله هذا أنا ما جيت أدور خوة، يعني مثل اللي يقول النسخة هذه ما فيها خوة. طيب ممكن المشكلة فيه، ممكن هذا احتمال انه يكون نواف، اذا نواف جاهز احتمال يكون موجود عنده، بس تصريحه ما وفق فيه ابدا، ما وفق. الان الرجل حكم على نفسه اني انا كل ما جيت تحت الكاميرا انا متصنع، هذا حكم هو. طيب. حكم على نفسه. طيب هو معنا ولا وين راح؟ من اللي بياخذ نواف؟ ممكن ابو منصور ولا ابو عبد الله؟ من اللي بياخذ نواف؟ نواف صبحك الله بالخير.
اعطوني اسمك. اعطونا صوتك. كيف حالك يا نواف؟ يا مرحبا، تسمعني؟ نواف انت تعرف الموضوع اللي تكلمت فيه ولا نستعرض لك المقطع عشان نختصر الموضوع؟ لا عارف الموضوع. عارف الموضوع، طيب. ابو عبد الله. هلا. نواف تعليقك على الموضوع، وبيك تشوف نواف ليش قال الكلمة هذه وش الهدف منها؟ والله يا اخي نواف شخصية جميلة، بس نواف ارحب. ليش قلت الكلمة هذه؟ خلينا نشوف. ليش ما في قوة؟ ليش بس جاي عشان تصميم؟ انت جاي عشان تصميم بس؟ يا ابو عبد الله، اول شيء الله يصبحك بالخير. صباح النور. ان كنتم تزعلون من الكلام الصحيح والصريح هذا شيء راجع لكم. لا عطنا صح، النبي الصحيح والصريح. طيب صل على النبي. كلامي واضح، اتوقع ان كلامي واضح، وكنت اقول اني انا جاي عشان ابرز موهبتي واقدم اللي عندي. حلو. هذا الكلام الصحيح. وش تبيني اقول؟ لا جاي عشان خوه. ما قلت الكلام ذا. يعني انت الان تقول النسخة ذي ما فيها وما حد جاي عشان اخوه. يتميز بالمواهب وتحدى في المصاعب، يطمح لأعلى المراتب دايما. سكريبت
عرضوا لي المقطع على طول. ها يا نواف، اعطوني صوت نواف، خلوني اسمع صوت نواف. ما عرفت تسمعني نواف؟ اسمع انت، قلت كلام وجيت هنا قلت كلام غير الكلام اللي قلته في الجلسه. دقيقه، احنا بنستعرض المقطع عشان تسمع كلامك، يمكن انك نسيت ولا سبحان ما ندري. عرضوا لنا المقطع خلنا نشوفه عشان تتضح لك الصوره. فهمت. عرضوا لنا المقطع اذا هو جاهز يا شباب. تدري ايش اللي ماخذني وباقع كبدي؟ ان كل جلسه نسولف فيها جاء عشان احنا جايين هنا عشان كاميرا بس بس بس. لا تصير جواد تكذب على نفسك. لا تصير دقيقه تكذب على نفسك. اسمع اسمع، لا تصير سوالفك كلها عن البث، سوالفك كلها هذا يبي تصميم، هذا يا اخي سولف يا اخي انسى. بسك سؤال، انت اللي يتكلم عن التصميم ولا عن كاميرا؟ اسالكم بالله، تكذبوا على انفسكم انتم؟ تعال سولف فيها ست منها. من متى انت خوي انت وياه؟ من متى؟ من متى انت واخويا؟ يعني جاي عشان سوالف عيون نواف ولا عيون ناصر ولا عيون خالد؟ جاي عشان ذا الصدى. ادري نواف. نواف انت تقول بالحرف انا ما جيت عشان خوه، جيت عشان الكاميرا هذه. طيب الكلام واضح ابو عبد الله، تعليقك عليه. يا نواف مرحبا، الله يصبحك بالخير. صبحك بالنور نواف. الحين انت تقول انا ما جيت عشان الخوه، انا جيت عشان الكاميرا، صح ولا لا؟ طيب الكاميرا انت تقصد فيها انك جاي تترك اثر طيب عقب 5-6-10 سنين يقولون نواف قال لنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، نواف جاب لنا قصة، نواف مثلنا، ولا جاي تترك أثر ما هو طيب؟ لا والله أكيد جاي عشان أترك أثر طيب. طيب من الأثر الطيب يا نواف؟ حسن الجوار. من الأثر الطيب حسن الخوة. من الأثر الطيب الوفا مع الخوي. خلنا أكمل لك. من الأثر الطيب خلنا أكمل لك. خلنا أتكلم يا أبو عبد الله. خلنا أكمل لك. طيب لي بشكل سيء، اسمع خلنا أتكلم. أتبهتني وطلع لي بشكل سيء. ما بهتك أنا، أنت تدري إني أنا عليك يا نواف، بس أنا زعلان من كلمة. الله يرحم والديك يا نواف. أنت جاي هنا تمثل، تمثل يا نواف، أنت جاي هنا تمثل عائلة، تمثل مجتمع، تمثل نفسه، تمثل نفسك، تمثل بكرة عيالك لجو إخوانك يا نواف. الرجل محسوب عليه كلمته. أبشرك اللي يمثل يا نواف، ترى ما يلزم الرجال مع الرجال إلا الخوة الطيبة. الله يعطيك العافية، صل على النبي. اسمعني أنا بس أنا في صفك، ماني ضدك يا نواف. طيب صل على النبي، خليك أبشرك إني ممثلهم خير تنفيذ، هذا الأول. هذا اللي أنا أعرفه. الشيء الثاني، أنا يوم قدمت على برنامج سكريبت مكتوب أنت شاعر، أنت منشد، عندك موهبة، تعال. ما قال إذا أنت عندك قوة، أنا معين قوة أنا برا. هذا شيء أسف. لا 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 نواف، نواف لا 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 نواف اصبر 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 نواف اصبر يا نواف. نواف اصبر نواف، هذه قيم ما نتجاوزها حنا. طيب الأصل فيه وفاء، الأصل فيه قوة، الأصل فيه طيبة، الأصل فيه كل شيء زين. يا سلام عليك، هذه أمور أصولية ما نطلع منها حنا يا نواف. صل على النبي. كيف تقول كذا؟ اسمع يا سلام عليك، كيف تقول أنا جاي شاعر ما بدون خوة؟ ما تجي. اسمع الرجل بلا خوة بلا موقف بلا لبالة ما هو برجل. شلون كذا يا نواف؟ الله يهديك عيب. صل على النبي، صل على النبي. أنا رحت صدمتني بكلامك. خلنا نسمع منه. هاي نواف برر. بعلم كان لما نروح ديرة ولا مكان ولا محل وعينت الرجيل شروا أخوياي شروا أنا الخوة مجدنا وبرا لما عينت الخوي يكفو بخوي. إيه شفت، فعنا دخلنا وعرفنا الرجيل وخويناهم. أنت بس أنا مقدم، أنا مقدم ومكتوب ناصر بن قرة. والله ما تدري إيش قاعد تقول، والله إنك تضربها يا أبو منصور. أبو منصور يا 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 كلامي واضح. واضح الصورة هنا واضح. المشكلة كلامك اسمع من أبو منصور، اسمع من منصور. إحنا ما عندنا مشكلة فيك، المشكلة كلامك واضح. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. قبل لا نبدأ تعتذر لأخوياك عن الكلمة اللي قلتها ولا ناقشك فيها؟ لا ما أعتذر، لأنهم خابر، أنا خابر. طيب أوكي أوكي، بصرك أنت وياهم. انت الان انا بشجعك وتقول موهبه وش انت ايش عندك؟ عندي الشعر وعندي كل شيء. انت شاعر؟ نعم. كيف كذا ابو منصور؟ سمع لي ابيات لك. محور كل شيء اليوم في الاحصائيه صفر قصايد. عطني ابيات لك. خلي القصيده عادي. عطني قصيده كتبتها. قصايدي وايد. عطني واحده. في قصيده عيفان يقول بشتريها منك اذا تسمع. وش هي؟ قصيده عيفان الشاعر المبدع يقول بشتريها منك اذا صدق انها له. وين سمعناها؟ انت جايبيني. لا تكابر انت، انت ما عليك من قصيدي. لا ما تمشي. انتوا صل على النبي، انتوا مقدمين فقره نقد، ما انتوا بشعر المجنون. انت ما تحدد لنا كلامي يا ابو منصور. لا تغير الموضوع وتطلعني بشكل سيء. ما غيرت الموضوع، انت تقول لا تغير الموضوع وتطلعني بشكل سيء قدام العالم. يا اخي انت اللي طلعت نفسك مو بلا.
انا اجي قبل لا ابدا قلت لك يا حبيبي اعتذر ومش السالفه. انت ما تبي تبين نناقشك؟ ها جيتك انا بناقشك انا. يلا يا شاعر عطني قصيده لك. خي خلي الشعر على جنب. ليه؟ كيف انت تقول انا جاي عشان موهبه؟ ما انت تقول انا جاي عشان شيء اقدمه؟ ما انت تقول انا عندي محتوى؟ وش محتواك؟ يلا عطني محتواك. عطني محتواك. اللهم صلي وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسمع كلها نعرفها. انت جاوب على قدر سؤالي يا رجل. حنا ناس عطيناكم الين 60 سكريبت 60 وحنا ما كسرنا مجاديفكم ولا نقدناكم النقد الحاد ولا قلنا لكم واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن لا الحين لا 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 لازم توقفون شوي. الناس اللي ضربت لها وادي اول شيء كان من المعيب ان احنا نطلع اليوم. احنا جنينا على نواف. وانا اعتذر. والله العظيم لانه واضح اصلا ان الرجل يبغى يطلع بدون تحيز باي شيء. باي شيء حتى لو على حساب اخويا. اعيد واكرر يا اخوان النسخه هذه يعلم الله يعلم الله وانا اقولها بكل ما اعنيها من كلمه يا فيها اخوه. انها من ابرز النسخ اللي قد مرت عليها وانا مر من حياتك اثنين الى يومنا هذا. فيهم مكاسر طيب قومه وقعده رجيل وعادهم حافظين على هذا التماسك. وش السبب؟ لين يجيهم واحد من النواف يبعد السالفه. قسما بالله يا اخوان اخوياكم يتعبون ويحاربون ويوقفون ضد الناس كلهم عشان ذا ويجيك واحد كذا شاطح ويعمي الدنيا كلها يبيع القضيه. انا جاي عشان انتم ماخذيني عشان اخوه ولا كيف الكلام هذا يا رجال؟ مو بلازم تطلع وتسوي كذا يا نواف. اصبر بيجيك المحور الزين وبيجيك اما ندافع عنك ولا نشيد فيك. ليش تخلينا نجيبك الان وتحطنا نحن نكسر مجاديف ونحن يا الربع احنا نقاد ما ودنا والله مو والله مو بودنا. نواف رجل طيب. نواف اللعب عليه. لا 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 اسمع خلني عاد خلني عاد اخذ معك. اول شيء ما انت بشاعر لا ولا عندك محتوى. لا لا بعلم. وانت تقدمت هنا على انك على انك يعني انا اذكر حتى تقديمك انا اكثر من راهن على داخل واسطه. هو يقول داخل واسطه بنفسه بعد يقول اجل انتهى الموضوع. اسمع خلاص انا حافظ الحفظ عندي. تركوه دقيقه ابو منصور بعلق على النقطه هذه. دخل بواسطه. طيب الكلام هذا ممكن حتى يوجع الشخص يتوسط له اذا كان صادق انه فعلا واسطه. شوف كواسطه ما عندنا ما عندنا مشكله. اذا اقول هو اللي قاله هو اللي قال على كلامه ما ادري صادق ولا كان الرجال يقول انا جاي عشان كمل خلاص. حتى اللي دخلني باع القضيه. ما اللي دخلك بالواسطه؟ انت لا تلف المحاوله. ما لفناها يا اخوي. احنا يا نواف نواف جاوب نواف دقيقه يا ابو سحاب. نواف انت مركز معنا؟ انت اسمع كلامنا. تعال الليله والله يبون يطلع مدي قايل لك يبون العس بعد ينكب. حلو يلا شيلوا. ايوه بعدي ها طيب عادي. اي 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 خلاص خذوا معكم خذوه 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 يلا رفعوا له رفعوا له. يلا مدي هذه القوه يا رجال. القوه اللي تجرد منها نواف. والله يا اخوان هذا رد صاعق. الله لا يحطني في الموقف هذا. رد صاعق. الله لا يحطني في الموقف هذا. لا تلومه. غلبوه غلبوه حيا ميتا. انا ارفع لهم العقاب. هذول الرجال اللي حاضر. تبي الصراحه؟ يبي يتعذرون لخويهم باي شكل. خويهم اخطا عليه قالوا احنا نتعذر له. خلاص تعال خوه بيننا. اطلع عليه اطلع يا نواف. اطلع معهم يا نواف اطلع الله يرضى عليك. شكرا يا نواف. هنا المتسابقين يا ابداح ما عاد يدرون هل هم يدافعون عن انفسهم من الاعداء اللي يصنفون احنا اعداء ولا من اخوياهم اللي يبيعونهم. يا ولد لا عودت اداره الاخبار. شوف النواف صار في موقف محرج للأمانة. يعني هو جاء وكابر يعني كابر على الموقف المفروض ما يطلع منه. اخوياه جو قالوا لا يكمل لو كمل يمكن بعد بيجيب العيد. خل نجي نشيل الليله ونضف الليله. شوف شوف هذا هو التفسير. عموما يا اخوان انا يعني ممكن سبب حفظي واللي يخليني نوعا ما اخالف بعض الاراء. انا صراحه مفروض هذا ما جاء المحور هذا كله ما جاء. مع احترامي لك ابدح طيب ليش الرجال قبل يومين يقول مع رشيد انا 70% ماني مرتاح في البرنامج. حلو حلو. ثاني حاجه حطينا يا ابو ثاني حاجه مواكب المرحله هذه اللي هي مرحله البيع عات التنافس ورجل على رجل. في مرحله في الحياه اسمه التنافس ورجل على رجل. ابيع بداح وانا جالس. ولا انا صراحه حي فيهم تطورهم في البيعات. هم عاد يبيعونك مباشر ويدفك دف من اول يفرش لك على البيعه ويقول ابداح تراك مسوي كذا كذا. الان لا يدف محمد منصور عليك. يعني تخيل عبد العزيز الاسلمي يصدمهم ببعض. عبد العزيز الاسلمي البارح جاء 7000 يمكن ثلاثه متسابقين من البارح يقول
ليش يعطيني 5000؟ هذا هارب معطيني 7000. صار ينادر اخوي من البارح عبد العزيز الهارب، شغالين بيعات زي اللوز. والله مقطعكم هذا لو يصير مشاهداته في التيك توك 10 مليون، ان عندي خبر ان ما عندكم خوة. علي بالحرام ما عندكم تناقض تناقض. محمد منصور يمدحكم من باب التشجيع، انا والله ما امدحكم، انا اخاف الله وراعيه. الى الان ما عندكم خوة يا اخوانا، بنساعدكم يصير عندكم خوة. انا مستعد احط صورتي في المجلس، مستعد اسوي مبادرة بكره مع الوقف، انا مستعد كل شيء انوركم في موضوع الخوة. اما المقطع هذا علي بملزي ما هو بخوة يا اخوان، ورب الكعبة ما هو بخوة. اضحكوا على انفسكم لا تضحكون علينا. خلاص اسحب يا بدر، هذا لحو لحو. زعلان زعلان ابو سحاب من حرس سحاب. ليش 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 وصل ايش وصل ابو سحاب للمرحله هذه؟ لا شوف بقول لك، دخولهم عليه دخولهم عليه يعني هم دخولهم عليه مناقضه. انا اثبت لكم المناقضه اللي حاصله. وين انا خلنا انا باقفز الى محور ما قبل المحور اللي احنا بنعرج عليه. عندنا محور هذه فنيات، لا بنروح للمحور الرابع. نواف شهراني ركز معي ها، بننتقل للمحور الرابع عشان يكون مرتبط في الشيء اللي حصل. خلنا نروح عشان نثبت داخلين اللي قبل شيء محمد هباس داخل يعرض معهم خوه ها. وليد طيب معهم هباس في المحور الرابع، جهزوا لنا المقطع الفيديو. اذا المقطع جاهز اعطوني خبر. كان يتكلم يتكلم، اعطني المقطع خلي عشان صورتكم واضحه. اعطني المقطع. ايه اللي عنده سجل. نعم يا اخوي. طيب وش رايك باللي ينفع عند القرار ويحاول ان يجيب شو واخر شيء يجيب المطمه؟ ما يستر عليه هذول الناس دمروا البلد. والله دمروا البلد يا ترى. انخصم علي 14 و 14 انخصم لمعلم. طيب انا باكم تجيبون لي هباس في الكوفي شروق. ابو سحاب هلا. هباس يقول ان يا اخي مشكله الشخص اللي يبي يتصدر المشهد عشان يسوي شو وفي الاخير استبعد. هباس والله النشيب والرجال يعني طلع وخلاص راح. انت هباس اليوم مع رشيد يقول ان الجنرال ظلمهم في موضوع الخصم اللي عليه اللي كان 500 لما اعترضوا شوله. فعلا ما كان في ظلم، وانا لو كان في ظلم عرشت عليه. ما جاب طاري مشعل يا الربع، صلوا على هادي محمد. انا عندي خبر ومعلومه ان الشباب فرحانين باستبعاد مشعل قنور. ايش تبغى؟ ايش تبي يبدا؟ عندهم خبر؟ انا عندي خبر. ايه طبيعي ترى، وادراك الشباب مبسوطين. طبيعي طبيعي مشعل قنور. طبيعي يا عبد الله. قول لي السبب. السبب ايه مشعل قنور كان منافس وكان غاثهم نوعا ما في 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 النقاشات اللي تصير تحت البث. يا عيالنا بالكذا، يا عيال خلونا ندعم بعض. فقروشهم، هم ما عندهم الموضوع، هم ما متفقين يساعدون بعض. فقروشهم مشعل قنور، فجاتهم لين حدهم مع تحفظي على ان اخطا على بعضهم البارح ولا كان لحق. فلذلك حنا الان في مرحله من يبيع الثاني اكثر. اختلفنا انت اكثر مين يبيع الثاني اكثر. والله العلي العظيم متابعي الكريم، لا تاكل بطاطس وانت تتابع عشان تركز. كل ليله اذا ما لقيت لك واحد وحاط خويه في وجه المدفع بحق. كل ليله هباس جاهز عطنا اي واحد وتشوف بتشوف احداث كثيره. وش اللي وصلهم للمرحله هذه؟ قلت لك التنافس على البارد. شوف وش اللي وصلهم للمرحله هذه؟ شوف اول شيء عشان تكون بالصوره، هي من اساسيات انا دخلت برنامج واقع. انا بنافس على مركز. ايه انا عندي زميل مثلا بيني وبينها الخوه وبيني وبينها كل شيء، لكن ما هم معنى اني انا بساعد ركز باستبعاده او اني بروح ادفه فهمت عشان يستبعد، ولا بدفه عشان يخطي، ولا بصدره في الوجه المدفع انكبه. لا، لكن يوم يقول عبد الله انهم فرحانين بخروجه، هم ما هم كرها فيه قد ما هم طاح واحد ينافسني على المركز. فطبيعي يعني لما هذا واحد يدحمني على مركزي فهم اليوم انه راح ما هم كرها فيه ولا 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 تشمتا فيه، لكن انا طاح عني حمل واحد ينافسني على مركز. مو طيب صحيح والله، هذا وجهة نظري انا يعني قراءة يا ابو منصور. لو انه حاتم، لو انه حاتم، لو انه يعني لا لا خلونا نحط الاشياء ذا. يعني انت تقول مشعل ما هو على مستوى المنافس. لو ما خلونا نسمع من هباس طلع اصلا. طيب خلونا نسمع من هباس. هباس طلب الخير. هباس بس قبل ما نسمع منه يعني هباس انت تكلمت على موضوع هو عرج في الفيديو انه انا خصم علي 14000 ما صلحت شو وانا هي قويه ولا يا هباس؟ الله الله. انا دقيقه يا ابو عبد الله، انا بسال سؤال عشان يجاوب عليه بصراحه. هباس البارح استبعد مشعل قنور وراح الله يستر عليه بخيره وشره. انت جيت تكلمت بسجن، وانا اعرف ان هباس شجاع
دائما عند رأيه وكلامه. الفيديو كان واضح جدا أنك تقصد مشعل قنور، بأنه كان يبي يتصدر المشهد بشو وأنه استبعد، يعني حصل على قرار ما كان يتوقعه هو. هو كان يبي شو. أبي تعليقك أنت الكلام هذا، أنت عنده لحد الآن على رأيك؟ أول شيء أنا جاسم بالجلسة خاضرة، ولا شفت وش قلتوا ولا شفت وش تعرضتوا. ما بيك ما بيك تشوف. اسمع اسمع دقيقة دقيقة، تعليقك على المقطع هذا. أنت علامك هو ما شاف المقطع، يقول ما شفت. إيه لا بنشوف. شفت المقطع؟ لا ما شفت المقطع. بس تدري وش أنت سويت صح؟ وش سويت؟ اللي في السجن. قصدك اللي زي إيه؟ عشان الخاصم القوي. لا قلت لا. إيه لا. إيه؟ لا تتهرب يا هباس، ترى ما تهرب، أنا قاعد آخذ معك. أعرض لك المقطع ثاني مرة. أعرض المقطع. أعرض له المقطع ثاني مرة. نحدك على أقصاك. لا لا قصايب بعيدا عليك ما عليه. اسلم. عرض له المقطع. طيب وش رايك باللي ينفع عند القرار ويحاول ان يجيب شو واخر شيء يجيب المطمه؟ ما يستر عليه هذول الناس، دمروا البلد. والله دمروا البلد. يا ترى انخصم علي 14 و 14 انخصم لمعلمتي. هباس من اللي جاب المطمه؟ من الناس اللي دمروا البلد؟ سمعتوه همس بس. ابدع هباس يا اخوي، خليك صريح. انا ايش استبعدتوا؟ دقيقه انت منصور، ليش استبعدتوا ابو منصور؟ انفعال. دقيقه ثواني، انا بحب اتكلم. يلا وضح وضح الصوره. يلا شوف الحين ليش استبعدتها انت؟ كيف ما لك خص؟ انا اتكلم عن كلامك يا اخوي. ما قل انا خصيت بالاسم هباس، ما خصيت. انا تبادر ولا احسب ان البث علينا. هذا واحد توارد افكار. توارد افكار. توارد افكار. هذا الشيء الوحيد التبرير الوحيد اللي مو منطقي. ايه وقف. يلا يا المنطقي، انت كلك منطقيه. يا ابو منصور تفضل. صباح الخير. صباح النور يا اخي. شكرا. يخرب بيت الشجاعه اللي كذا يا اخي. ايه اسلم. من زمان والله، من زمان متسابقين، ما شفت متسابق كذا بالشكل هذا. اول شيء هذه مو برشمه عشان تكمل، انا اطلب منك انك توقف ولا حتى تذكر شيء بخصوص المتسابق اللي راح. خلص. الان الرجل يعترف ان اللي حصل امس كان يستدعى، كان في موقف يا اخي. حتى في الوداع الاخير كان في واضح في مشكله. والله لولا حق 1% ما يخلونه الرجل ذولا. وش عنده هباس؟ ليش يخلي الرجال يطلع كذا بدون، اذا هو فعلا عشان بس خلاف طلب بسيط. طلبت ان الاداره تنظر في امره. يا سلام، كانه احنا قطعنا الارزاق يا ابو منصور. يا سلام. هباس انت من تعتبر من كبار النسخه، من الناس اللي لا عارف عمر توي عمري 26. منصور معلش دقيقه دقيقه معلش، انا ما بتخطاها. لا لا ما بتخطاها، لان الكلام هذا فيه علاقتهم علاقتهم مش لا 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 معلش. يقولون هذا دقيقة اخويا هباس. دقيقه، انا حتى مش على القنور. اسمع، مش على القنور حتى لو كان في مشكله سواء مع صاحب القرار او مع المتسابقين، انا لي الحق الان. رجال تكلم على الشاشه. لا لا الحق اني ادافع عنه. يا سلام. في غيابه. يا سلام. هباس كان يقصد مشعل. طيب اذا كان هو شجاع كيف رجال واضح. هو قال يقصد. طيب يكسر. انا سالتك سؤال، ليه ما تملك الشجاعه وتقول ليش استبعدته؟ قلناها يا اخوي هذا عن صاحب القرار. انت كيف انت في الاداره وتدري؟ لا لا قلتها. انت حاضر؟ انت حاضر؟ لا تحاول تمرر. انا هباس. انا دقيقه دقيقه هباس. هباس الله يرضى عليك ابو، خلينا نتكلم. ارحب. مو مشكله. اللي ما طلع على الشاشه ما يذكر على الشاشه. خلاص دقيقه دقيقه. انا ما دقيقه لك مظلوم ابو منصور. هاجل يعني انا اطلع كذاب ابو منصور؟ لا يا اخواني دقيقه ابو عبد الله. قالت السالفه لا تقول مظلوم ثم تقول لا تقول لا لا بنتكلم. دقيقه. طيب دقيقه. ممكن دقيقه؟ يا سلام. ابو عبد الله خلينا نتكلم معه. هباس أنا دقيقة. أول شيء محور مسألة استبعاد مشعل أو غيره نستثنيها. أنا أتكلم عن مقطع عرض، ما أسمح فيه يكون في استغفال. أنت الآن تكلمت وقلت إن وش رأيك من اللي كان معك ياكل؟ أبو عبيد. خالد عبيد. خالد عبيد. تسأله تقول وش رأيك في الشخص اللي يسوي شو يبي يتصدر المشهد ويجيب مطمة ويودع؟ قالك هذاك وش قال؟ دمر البلد. دمر البلد. خليك شجاع يا اخي. قل انا اقصد مشعل. لا تقفل الرجال. الكلام هذا ما قلته هو موجود. انت على هوا عندك مايك. عندك مايك. تبي المحور يمشي على اللي ودك فيه. هذا كلامك. قل لا اله الا الله. انا اسال وش رايك في أيوة؟ اللي يسوي. أيوة؟ انا ما قلت فلان وش رايك بسوات فلان. يا سبحان الله. اي لا لا اسمع. خلاص اسمع دقيقه، دامك ما تملك الشجاعه بهذه ابو سحاب تكلم معك. يا هباس حابب زعلي. يلا خليه يفزعلك. نضارب الفزعات. زعلك انت. يا هباس حولت محور ابو سحاب. هباس هباس هباس. انا مقدم هنا مالي بناقش. هباس 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 هباس. صار عادي محمد. انا وانت ندري انك تقصد مشعل الله يستر عليه،
وما في موشر. خليني اكمل موشر. بكمل بس وبطرح عليك سؤال. انا رجال حبيب. كم واحد اعترض امس؟ شوف على فكره، على فكره كم واحد اعترض على القرار امس؟ على فكره، على فكره، على فكره. ليه بس مشعل؟ طيب لحظه، طيب لحظه، يلا يسلم. على فكره انا احب اتعامل مع جمهور برامجي واقعيه بالتحليل، ما احب اعطيهم المعلومه واضحه، فلذلك يوم انقد اعطي مساحه اني احلل، ما احب اطلع الحقيقه جليه جدا عشان الجمهور ينشغل ويفكر، وهذا من تطوير المهارات عندنا وعندهم. هباس انا وياك دارين انك تقصد مشعل القنور، ولا ما في توارد افكار بالطريقه هذه على منحى البيعات؟ انتم قاعدين تبيعون بعض بتجلي. فخلني اسالك سؤال، خلني اسالك سؤال. تحط المحور وتحط الرد وتحط تفكيرك وتحط كل شيء. طيب خلني اسالك. يلا اسلم اسلم. خلني اسالك سؤال. انا احبك في اللاوس يا حبيبي انت. خلني اسالك سؤال وجاوبني على قد السؤال. ايه هباس، تبي مشعل يرجع؟ وهو شو مشكله؟ خليه يرجع. القرار بيد هباس. طيب لحظه، انت يا اخوان سل ايه ولا لا؟ يرجع ليش لا؟ خليه يرجع. طيب من اخوي؟ خليه يرجع. حلو، من من خوياك يبي مشعل يرجع؟ كلهم يبون يرجعون. ماذا سيضيف لكم مشعل لو رجع؟ لازم يضيف. حيه الله، خليه يجي. ليش ما قاتلته البارحه على عدم خروج مشعل؟ كلمت انت لو انك متابع يوم ان جلسنا على السنة بيطلع بوقتها، قلنا احنا راح نطالب الإدارة انه يرجع. هل تعلم؟ أنا لازم دقيقة، انا يوم اجي عند كاميرا وطالب، انا طالب جمهور الحين، انا راح اطالب. هل تعلم داخل. هل تعلم اني ادري اكثر باللي يصير في البث اكثر منك؟ تدري ولا ما تدري؟ طيب قل. انت جيان وحيفان ومعكم مجموعة، صل عني. تكلم، ما انت ترجع يعني تبون مش... تكلم مش... تبون مش على يرجع؟ يرجع ليش لا؟ ما هو براجع، ما هو براجع من غير شر. طيب الإدارة حتى يد كن. هباس اي اسلم. من ملك الريالتي؟ الجميع ملك الريالتي. من ملك البيعات اليوم؟ مثال ولا حد، ولا حد يبيع احد. طيب خير. طيب الله يعطيك العافيه هباس، ما قصرت. انا مين بعد لي؟ اعطى تعليق. اسمعك اسمعك، اعطى تعليق. وين هو؟ اسمع هباس موجود. يلا خليك. اخي ليش ليش موقف الضعف يا اخي؟ على المسابقه سالفه الشروق قلنا اليوم هاجي تمعه. اليوم مختلفين احنا والله. عبد الله تقدر تعطي كلمه؟ لا خلاص حتى كلمتك. لا انا كنت ابغى، انت سحبت مني. لا لأن خلاص المحاور عندنا خلصت. خلاص انا بعطيك كلمه. ليش استعرضت مقطع هباس؟ لان اول شيء اذا كنت لا تملك الشجاعه في حضورك في كوفيش الروم انك تقول الكلمه اللي قلتها على الهواء، لا تقول على الهواء شيء. انت اذا طلعت في اي لوكيشن في المنتجع انت تحمل مايك، يعني هواء في اي لحظه انت تتوقع انك تكون هواء. عذر اني ما كنت ادري اني هواء. لا يدرون. لا يدرون هم، لذلك انا ما بينت هذا الشيء الا خلاص متسابق كان في البرنامج طلع، مالك الحقيه تتكلم فيه، يا تذكره بخير يا تتركه وتوضح. لان انا لي الحقيه ادافع عن مشعل، انا حتى لو كان مخطئ، حتى ايا كان، لا لي الحقيه في الدفاع عنه. نروح للمحور اللي بعده. نبي خالد الروقي في الكوفيش الروم. خالد الروقي يعني، وخلونا نتكلم بشكل سريع المحور هذا وناخذ من خالد. خالد كان من اكثر المتسابقين صراحه المتفاعلين، ويشكر على شيء هذا، متفاعل بشكل جدا ممتاز. ابي تعليق على خالد ابو عبد الله. خالد كان يتشكى يقول انه مو بتشكى، يضيف معلومه يقول التصنع في البرامج الواقعيه مطلوب، لازم يكون متصنع عشان في بعض المواقف. تعليقك، لازم المتسابق يكون متصنع؟ شوف ما موضوع انه تكون في بعض متصنع. المواقف انت طبيعي انك عايش في مكان مغلق مع 25 رجال 27 رجال، كل شخص بفكر معين، كل شخص من بيئة معينة، من مجتمع معين، أنت ما يتفق عاداتك وفكرك مع المنطقة الفلانية، كل واحد له سلم وله طبع، تمام؟ فطبيعي إني أنا بتنازل عن بعض الأمور بحيث إني أسايس الأمور وأمشي معهم. هذا أنا ما أرى تصنع، هي مسايسة أمر ماشي. أنا ماشي الآن، أنا في شيء ممكن يصلحونه مثلاً فئة معينة أو مجتمع معين، قد ما يتفق مع فئة معينة. حلو. فأنا لابد إني أقدر خويي وأمشي معه على هواه. زي ما اخويه بيقدرني ويمشي معي على هواي، هذا ما يعتبر تصنع. حلو. انا جاي الان في مكان مطالب اني انا اطلع بشكل جميل واخويه يطلع بشكل جميل، فلا تجي الواحد لما يمشي الامور تقول والله هو متصنع. هو قالها، هو يقول. انا اقول لك انك انا اتكلم عن النظره العامه. إيه؟ تقول انه متصنع، لا هو قاعد يسايس الامور. حلو. التصنع متى؟ لما يكون الرجل عايش مثلا، خلنا اقول لك في مواقع التواصل الاجتماعي بشخصيه وبكاركتر يخالف واقعيته. تلقاها حمل وديع ولطيف ويستعطف واموره كذا، فهمت علي؟ وطيب وذرب وذب وما احسن منه في مواقع التواصل الاجتماعي. تجي في العلاقات الشخصيه معه تلقاه سيء خلق، بذيء لسان، سيء منطوق، كل العبر فيه. هذا متصنع، هذا لابس قناع، ذا
تمام؟ لكن اني انا مسايس الامور ووازن كفتي الميزان مع بعض لا ما اشوف انها تصنعنا. انا اتفق مع خالد اذا هو يقصد هذا النقطه، عشان كذا بسال خالد، ابغى خالد انا. اعطونا خالد اللي جاهز عطنا شوي. بتطير علي خالد الحين؟ لا لا ما مطير علي. لا ابو انا بزعل في كل ابو عبد الله، في كل محور انا اعطي الوقت الكافي لان خلاص الساعه 1:30. ما تدخلت مع حباس رجال جاء سولف معي ولا سولف سلم يا معك خالد. ما تدخلت مع حباس في الموضوع. ابشر والله لا اعوضك، ابشر بالسعد، ابشر بالعوض. يا نادي نجيب لك حباس هنا. تعال حباس يا خالد. صباح الخير. صباح النور والسرور. اخيرا سمعنا صوتكم. دقين عليك واحد اخر على دخول تسجيل دخولي مع عبد الله. لان هم قبل شوي جاي لي قلت ليش ما تجيبون لك كم في شروم؟ لا لا وفي اثبات يا استاذ علي. انت بجحد والله جحد. لا ما قال، لا ما قال، ما قال. نعم فهمتوا غلط. ابو عبد الله انت المسرح لو بيتكلم. المهم ما علينا، ما علينا. خالد خالد سن وش تقصد بالتصنع؟ انا ما ادري. يا رب يا رب يا رب اني سمع كلامي قبل شوي. يا رب يا رب اسلم. ها انا ما ادري اي موضوع تتكلمون عنه. اني انا قلت ان يلا انت مشكلتكم الجحدان هذا مشكله. مقطع شفته والله. يا خالد ابشر ابشر خالد. عرف التصنع، عرف التصنع. اعرف بعد بشوف الموضوع. جهزوا لنا مقطع خالد على بال ما يعرف لنا التصنع. يلا وش التصنع؟ لا اعرف الحين وبعد المقطع. البرامج الواقعيه تحتاج تصنع. قبل سؤال ولا بعد السؤال؟ قبل ابعلم اصلا كنا لازم تتصنع في البرامج الواقعيه. كيف كيف يعني اسوي نفسي احب فقرتكم وانا ما احبها؟ الصدق هذا الصدق، انا اكون معكم واضح. هذا ما هو تصنع. لا هذا مو تصنع. هذا تصنع يعني انا. لا هذا مو تصنع، هذا نفاق. هذا نفاق، هذا تصنع. هذا نفاق يا خالد. اتصنع اني انا احب فقرتكم وانا اموت فيها وانتم وانا ما احبها ولا دنيها. الشباب اتوقع ان عندهم مشكله في بعض المباليك. بنموت من القهر. حبنا تكفى خالد. انا عرفت لك جعلك ما تصنع. عرف تصنع. لا اسمع عرفتك تصنع صح. هلا عرضوا لي مقطع الله يسعدكم. حنا نحبك. طيب ليتك والله ما عرفت يا ولد. احبك الله الذي احببتني فيه يا ابو منصور. يا اخي الدنيا خارج السياق. هدي خالد. صباحك الله بالخير. صباح النور والسرور. يا مرحبا. جاي من دفع. شلونك طال عمرك؟ هدي خلنا لا والله مهدي الله الحمد مبرد. الله يرضى عليك. انت تقصد اخوياك في هذه؟ انا بشوف المقطع والله ما شفت المقطع. ترى اسمع ترى انا بنعرض لك المقطع الان. عرضوا لي عشان خالد يفهم. ترى احنا معك ما نبغى ضدك. اركض شوي يا اخوه. يقول لازم تكون هو لازم يقول حيالك لازم تكون فيها لك. هو سالم عبد الله معناته الداري ولا يحتاج المقطع بس قاعد تلكع على. انا باخذ من وقتك. خالد كويس احسن لك. يلا يضرك يا ابو سحاب. خلينا نشوف المقطع. يا حلوه. خلينا نشوف المقطع. اعطوا المقطع. انا شوف مع التصنع بحدود يعني ما تصير تصنع اوفر في برامج واقعيه يعني. ها خفيفه شوي. يحتاج تصنع في برامج واقعيه. ابا من ابا اشاء من اشاء. والله العلي العظيم بشر جوابي. اذا كان قصدك التصنع عند مو بانك تصير احيانا اوفر مجيح انك عفوي. اي ما يصير تصنع شيء للجيد. ابا من ابا شاء من شاء. اسلم عبد الله. خالد اسلم. انت تقصد التصنع انك توازن الامور يعني ما تزعل سلطان اسمي. انا بزعل الكنترول. كنترول معليش الله يرضى عليك جالس على الصوت. خلنا نسمع الناس كلها جالسين في جلسه. افتح اصواتهم. ما هو بلاقي نسخ انت نسمع من مايك خالد يعني. سلطان اسمي تكلم ما سمعنا كلامه. ميوت انا. هو يقول قصدي سلطان اسمي ميوت. ما هو بلا ميوت. انا ما انا اطلع ميوت تالي الوقت ذا. مشكلة انا اسف يا اخي. اعداد لا تعطوا معلومات مضروبه. يا ابو عبد الله انا دقيقه. اسمع انت الحين قصدك في التصنع انك تعدل ميزان كفتي الميزان يعني انك تصير مع سلطان السمي زي ما يبي سلطان، تصير مع سالم زي ما يبي، تصير مع خالد عبيد زي ما يبي، تصير مع عيفان زي ما يبي. هذا قصدك صح؟ لا تصنع ما بزي كذا. اجل وش هو؟ الله يرضى عليك. يعني اتصنع يعني قاعد ارجع لك انا. قل ايه. لا ما انا كان ما في شيء غلط عشان تقول ترجع لي يا ابو عبد الله. تفضل. ها وش تقصد بتصنع؟ اتصنع يعني اني ما اتصنع اني مره متصنع بقوه يعني. وش هو انت بتصنع؟ لا بعلمك. تفضل. يعني ما تصنع. انا قلت ما تصنع باوفر يعني اكون واضح اني ايه احنا نبي التصنع. وش هو؟ ايش تقصد فيه يعني؟ اتصنع اجامل. ابو سحاب. ابو سحاب بس يا خالد بس راح ابو سحاب. ابو سحاب خالد مثل ابو سحاب. اذا مره ثانيه سئلت سؤال مثل هذا لا تجاوب. ليه ما جاوب؟ نصيحه اخ صنع الهادي محمد. عندي سؤال. او شيء جميل على الشاشه. وش الفتيله؟ الفتيله اللي هي التصاريح والمرضي. حلو. هذه اجابه بتصنع ولا بدون تصنع؟ لا ما هي بتصنع. حلو. يعني في وضوح في الموضوع. نعم. طيب خالد اسلم من اللي طرحك في التصنع؟
يا اخي انا قلت لك البرامج يا اخي انا اسالك سؤال ما قلت لك خلاص انا ادري انا اللي اعطيك المعلومه هذه اي انا اسالك سؤال انت مصاب بداء التصنع من اللي طرحك فيه يعني انا اتصنع يعني من اللي طرحك فيه اي طرح لي بتصنع اي من هو ابو الكبير هذاك الرجال تخابري ولا الثاني اللي عيفان من هو خل من هو لا يا رجال كبير انا رجاله بنفسي من اللي طرحك فيه طيب طرحني فيه الا انت معلمني من هو طرحك فيه انا معلمك فيه اي ومعلمني اخويك الكبير هذاك طيب طرحني فيه من هو اخويك انت فتره طايح فيه لا دقيقه اذكر اسمه خليك شوي انا ذاكر لا اذكر اسمه محمد بن ناحي محمد بن ناحي اي الحين صرت شجاع ايه خلك شجاع انت لا انا احس انك شجاع انت خلاص من اللي طرحك فيه ما طرحني فيها محمد مناحي ولا طرحني فيها انا بنفسي انت طرحت فيه كم نسبته كم نسبته عندك كيف كم نسبته عندي اتصنع انا قلت لك نسبه كم مره اوفر يعني اتصنع الشخصيه كم عبد الله انا عندي 5% دقيقه عرف ان طاح بعبال انا عندي 5% انت عندك كم انت عندك 5% انا اقل منك اجل كم اقل منك اجل طيب كم انت 4.5 حاتم أنت جاوبني أنا قاعد أسألك يا الربع حاتم كم عندي نسبة الموجود قدام خضر أقول حاتم كلكم واحد أنتم خويا طيب ادعوا فكم شروا وسلوا ما نقدر ما مشغولين ما نقدر كم نسبة التصنع عند حاتم لا تسألني عن أي أحد لا الله أكبر الله عليك أنت أنا الخوة ها اسألني كذاتي لا تسألني عن أي أحد وأنا الخوة يا جماعة طيب شو رأيك في طعم التصنع أنت مجربة 5% خالد الراجل أنا اكتشفت ما عندي تصنع أنا سويت لك اختبار سريع ونجحت فيه وأحييك حقيقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصك من هذا الداء عاجل غرائب ترى الداء لا لا الأمور زينة وأنا سويت اختبار سريع ونجحت فيه برافو عليك ولا تمشي مع المتصنعين وانت ادرى ها لا تمشي معه يعني روح استدعى لا تمشي معه طيب امشي معك وما امشي معك انا مقدمه متسابق خوياك انت عندك 5% يا ابو سحاب اللي عندكم اكثر لا 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 ما عندنا احنا طيب كم تبى من 5% كم تبى برسل لك انا اجزم لك انه ما اقل من 5% كلهم اقل من 5% اي نعم حاتم يقول عندي 16 متى قال 16 والله فاحص المستشفى ما عندي 16% يا اخي عجيب خالد صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور خالد انت مرتاح الحين في اتم الراحه لا احس انك بعد مفوت اضحك افرش ضحك يا لا وين نظرت انت نظر كاميرا ها نظر نفسه خالد اسلم على بروك الرجال على بروك الرجال ايه هذاك الموضوع ايه وشو متوحك عنده علم والله عنده علم بارك لك بالمولود المولود الله يبارك فيك ان شاء الله والله عنده علم ما شاء الله تبارك الله بغى يعترف والله بغى يعترف ايه وسميته شيء هو سميته طوع السلامه مطحس ليش؟ بس كذا اسم ولدي يعني ليش مطحس طيب اسامي زينه بس يعني مطحس والله انت ولدي هذا ولدي يعني من يوم رايح اسمك ابو مطحس ابو مطحس نعم ابو مطحس ونعم خلاص ونعم والله متى تمايم الله يجعل اطيب من ابوه ان شاء الله بيصير اطيب من ابوه بيصير ما يتصنع بعد خالد حافظ على هذه الشخصيه اتمنى انك ما تطلع عن النص أن جميل جدا ما شاء الله تبارك الله الله يكثر من أمثاله في برامج حرفيا خلود استمر أنت نجم بإذن الله مسألة وقت بسيط إن شاء الله وبإذن الله أنها بيلمع نجمك في هذا البرنامج برامج الواقعية ما وضعت إلا لأمثالك من النجوم الطيبين اللي جاء خير ما جاء منها شر إن شاء الله ولا حاول إنه يطلع بشكل عشان يجي اخترناه حتى نقاشك وأنت مسوي نفسك يعني مسوي إن إحنا ندري إنك تدري إنك على الهواء أنت هذه النقطة كنت متصنع لكن حتى تصنعك مقبول الله يقويك ويوفقكم يا رب أول شيء خالد الله يعطيك العافية الله يعافيك عندك تعليق أبو عبد الله ولا أنا تعليق أخير إذا في أحد يعني شوف إيه هلا ما نتكلم إذا في أحد واقعي فهو خالد الله خالد الروقي اليوم معليش على مدى الان 56 يوم تمام خالد الروقي الان ظهر لنا بشخصيته الله يطول بعمره الفعليه بامانه خالد تم اختياره وقبوله على هذا الكاركتر والشخصيه اللي شفناها الان في الكوفي شروم 56 يوم ماضيه ما شاهدنا خالد بهذا الكاركتر الا اليوم
يستاهل. خالد الروقي من المتسابقين الوحيد اللي في البرنامج عاش قصة شفناها كلنا. نعم. زواج يعني سوى قصة سيناريو مع نفسه. دليل ان رهيف قلب اكثر واحد يبكي على اخويا اللي يطلعوا. هل هذه من التصنع يعني؟ بس ما بكمل. لا هذه حقيقة. ما بكمل. حقيقة. كاتبين عنه في تويتر رهيف القلب البكاي بين قوسين. اللي يبكي هو افا افا بكاي. الجمهور. من يقول بكاي من يقول؟ دايما ذكر التلفظ، دايما ذكر التلفظ، يتميز بالبوائم ويتحدى في المصاعب. دايما سكريبت تلفظ، دايما
هلا حياكم الله، نعتذر على الفاصل. خالد هلا مرحبا. لا 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 تحاول انك تسوي نفسك عادي. خالد اسلام مو تدري تسببت في فاصل ليش يا خالد؟ والله ما ادري. خلاص ما نبي نجيب العيد معك، انتهينا خلاص. هذا شو تقول؟ مدحناك وجبت العيد. لا 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 ما ابي. الله يعطيك العافيه يا خالد. الله انت بطل وشخصيتك جدا جميله ومن المتسابقين الاذكياء اللي عاش قصه وعاش الواقعيه على اصولها. الله يوفق وباذن الله ان يفرحون فيك اهلكم وحبينك. الله يوفق هالوجه. يعطيك العافيه يا خالد. الله يطول بعمرك يا الله يستر عليك. ما ودنا. لا لا والله خلاص خلاص ما نبي فاصل ثاني. رحم والديك. هو عاش الواقعيه على اصولها حتى هنا. يا اخوي انا انت جاب العيد تدري متى بيتجلى؟ ايه خالد. وانا من يعني اطلب الجمهور ما ادري يمكن ما يسمع كلامي يسمع كلامكم. لا مسموع يا ابو مصطفى. والله اتمنى انهم يعطون الشيخه خالد اسبوع. يستاهلها. خذها هو؟ لا ما خذها ما خذها. اتمنى الاسبوع الجاي يعطوها خالد. والله انت تضحكون كل يوم ان يعيش جو بيكون غير طبيعي. مبدع جدا. الله يوفقه. مبدع. طيب نبي نعرج على موضوع اخر محور بشكل سريع. اليه فياض شفناها دشنت مع دخوليه الجنرال رغم ان الجنرال ما شرحها بالشكل الصحيح. هل تحتاج مكان محدد لها؟ وش رايكم في الاليه هذه؟ ابي اخذ نظره سريعه منكم وراي سريع منكم بسحاب. راي سريع، الفقره طبقت قبل. نعم. وهي يعني منح درجات اضافيه للي يحضر. نعم. انا اشوف ان الميزه فيها مو بالدرجات فقط، الميزه فيها انك يعني تنصف اللي حضر في البث. يا سلام. واللي ما حضر في البث ممكن اذا بتاخذ بعمليه اخرى، اللي ما حضر في البث بيفوت الشيء. تعرف من اللي حاضر، تنصف الناس، تخرج الصقور من وكورها. فمميزه حلوه وتاخروا فيها كثير. المكان اللي اختاروه هو انسب مكان لها. ابو عبد الله فكره فياض ترى ممكن بعض الشباب ما فهمها. لو تشرحها لهم. هي طبقت في سكريبت واحد. طبقت في سكريبت واحد فكره فياض. فكره فياض هي اكبر من التصور اللي ممكن يصل للجمهور. انه الان الجمهور يسال ليش فلان دخل اوتسايد؟ تمام. لان فلان ما هو موجود مثلا في البث نهائيا. سلام. والفقرات بعيدا عن الفقرات ما هو موجود حتى وان حضر فقره. هو يحضر فقره مثلا يروح ينام. صح. مو موجود. ففكره فياض هذه قاعده نعطي رساله للجمهور والمتلقي انه فعلا متسابقك اللي انت قاعد تشجعه مو موجود في لوكيشن ثاني. نحط له عذر نقول المخرج ما نقل لان سالفتهم سامجه مركز مع السالفه هذه، او ان الجلسه ذي اخذت محتوى اكثر فمتعلقنا فيها وصار فيها قصه متسلسله يجبر. احنا الان ما نقدر. شوف يا جماعه انت لازم تفهم سياسه المخرج. المخرج الان ناقل على جلسه مثلا فيها خمسه اشخاص قاعدين يسولفون، ما يقدر يطلع يسوي قص للقصه الا لما تنتهي. ما اقدر انتقل من الجلسه هذه الجلسه الثانيه لما تنتهي. فقاعد يعطيك انه يا جماعه ترى المتسابقين مو موجودين. انا ما عندي الا جلستين ثلاثه بس وباقي المتسابقين نايمين جالسين على فهمت ما ندري عنهم يعني مو موجودين في المنتجع عشان اتنقل فيهم بالكاميرات. فهذا الهدف اللي موجود فياض انه نعم اللي حاضر في الجلسات بيتوجه على طول فبيحصل على نقاط، اللي مو بحاضر ما راح يحصل على نقاط فبيتميز الحاضر بنقاط اكثر من الغائب. هذه هدفها بشكل عام يعني. علما كان في سكريبت واحد اذكر يعني المسابقين كانوا متفاعلين معها بشكل قوي لدرجه ان في متسابق خرج من غرف النوم بالحاف النوم يركض عشان يحرص على النقاط. سبقتني في هذا النقطه. هذه اهم نقطه يا بدح. يا سلام. اهم نقطه اخواني المتسابقين الله يرضى عليكم. ندري ان الموضوع شوي يعني متعب لكم فقرات وكذا، لكن يا اخواني ترى في النهايه هذه مسرحتكم. ما وضعت الفقرات هذه الا عشان تبدعون تطلعون شيء ما عندكم. الفقره قديمه وطبقت في سكريبت واحد على شيء جميل جدا. انا متاكد يوم كان يركض بهاج، يوم كان يركض مسعود، يوم كان يركض سعود الجوزة، يوم كان يركض حمادة، ما كان والله ما كان هدفهم على الدرجات فقط. والله ما همهم الربع ذولا يعني بعيد يعني ما كانوا ذاك، لكن هدفهم نجاح الفكرة. كانت روعة. أذكر مرة كانوا جالسين مع في فقرة أخونا حسين آل البيت، فجأة رن ذا قاموا يتركضون بحور. كم موجود ركض معهم بحور كلهم يعني لقطة كانت رائعة لا الحين باقية في الذاكرة. اليوم الفقرة اليوم رن العصر ناس فوق يناظرون والثاني واقف ما راح تصير حلوة أبدا. ما عطوها حقها. ما عطوها حقها. أتمنى منكم إخواني يعني حتى بعض الأحيان تسوي مقلب أخوي امسكه يا أخي امسكه لا يروح
خليه اكثر واحد من الحريص على الدرجات اجلس انت وياه، عطني لقطه ابدعوا هذه الفرص والله لن تتكرر. نعم انا ادري حتى في يعني منتجع سكريبت كان كبير فكان الموضوع ياخذ يعني عكس هنا، وش مانع لو تحطه فوق مثلا تحط يكون فوق مع بتكون لقطات حلوه. اجتهدوا يا اخواني الوقت ما عاد فيه، ترى خلاص ما عاد بقى الا شهر وعليها، استثمروا يا اخواني الله يوفقكم ولا بصر ربي فيكم. انا عجزت والله عجزت. لا عندي توجيه اخير بس. اسلام ابو سحاب 200 نقطه السالم عبد الله يستاهل، والشباب الباقيين يعوضون خير. شباب اليوم كان عندكم جلسات حلوه، في مشكله في المايك، بعضهم مايك يعرض للتلف او شيء، لا في مشكله الان صارت اقوى من المشكله هذه. في جلسات حلوه كثير ابو منصور، ومنها حتى مداخله اول سلطان السمي يوم يقول ابو عبد الله ما سمعته. شباب وانتم جالسين في جلسات كثيره لكم حلوه، بالذات اللي اليوم صارت قبل بدون تحيز كانت جدا جلسه جميله، بس الموسف الاصوات ما هي واضحه. عيال وانتم جالسين المايك يعني ارفعوه اعطوه مكان كويس، السماعه علشان صوتك يطلع، احنا نثني ونوجد الملاحظات علشان تطلع الصوره اجمل لكم وللمشاهد. هذا توجيهي فانت ابو 200 حقتي يعطيكم العافيه. ال 200 حقتي اعطيها ابو شهاب. ابو شهاب من هو؟ بالناجي زايد ابو شهاب. ليش سميته ابو شهاب؟ هو كذا في احس فيه شخصيه ابو شهاب، الرجل اللي في الصعب بتلقاه. هذا انا مراهن عليه والله اني اراهن عليه، مساله وقت ان شاء الله. في هو في هدوء الموصول، ليش كانه يمشي حبه حبه؟ لا لا يدرس، انا متاكد الرجل هذا عنده ما يقدمه، بس الوقت بس تكفى لا تطلع على. طيب 200 نقطة يا ابو عبد الله. 200 نقطة عندي انا، اقدر زايد بن ناجية وطيب راس وما شاء الله عليه يا اخي، فيه من الطيبة عجيب زايد، انا من الناس المعجبين في كاركتره اللي يمثل إيه أمانة والله. فانا اهدي 100 نقطة زايد بن ناجية يستاهل، وايضا 100 نقطة لهوست القرية هذا الاسبوع عادل المطيري يستاهل. يستاهل يعني والله ودي اهدي خالد ترك الجاب الجاب لا سبقها اليوم عشان الجاب اني انكتبته والله خلاص اني حق بكره اعطوها خالد خلاص يستاهل. طيب قبل نختم فقرتنا فيه اعلان وكيله اتصال من وكيله الجمهور، اذا الاتصال جاهز اعطونا احد في نقاط تبي تهديها، نشوف المتسابق اللي يستحق نقاط وكيله الجمهور. ونعرج على موضوع فياض، واتمنى من المتسابقين يهتمون لها، ترى جدا نقاط وريالتي يعني، هي ترى يجي فيها ضحك ويجي فيها ناس. ف عطونا اتصال اذا هو جاهز. طيب نبي نتكلم على الوقف، بعدها بناخذ الاتصال. انا احرص وكلكم تحرصون والجميع يحرص على ان يكون في عمل خير، ان يكون في شيء شفيع لنا يوم القيامه. وقف الرحماء في جمعيه عروه حرصكم عليه بالتبرع، الوقف هذا بإذن الواحد الأحد كلنا نفرح باكتماله، بفعل أصحاب الخير، بفعل الناس اللي تبحث عن الخير، اللي يوم القيامة تبحث عن أي شيء ينجيك، أي شيء تتمسك فيه تتشفع فيه. لذلك احرصوا على العمل الصالح، ترى بشيء بسيط هو ينجيك يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أبو عبد الله كلمة عن الوقف. أنا أول شيء أذكر إخواني متابعين ومشاهدين الآن بأن الليلة ليلة جمعة، أسأل الله لي لكم القبول، ولا تنسون كثرة الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اغتنموا يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك، هذا فيه ساعة مجاب فيها الدعاء. جمل دعاءك بصدقة، سهم ب300 ريال، الله سبحانه وتعالى واسع الفضل، اشرك فيه من شئت، اشرك فيها السهم هذا، كل أحبائك، كل أقارب، كل أهل رحمة، كلهم الأحياء منهم والأموات، اشرك. لا تكون بخيل حتى في عطائك، هذه شيء تقدمه لله سبحانه، فلا تكون بخيل فيه، قدم ما جذبت به نفسك، لكن ادخل معك في هذا الفضل كل من تشاء، حتى اللي انت ما تحبهم لعل الله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوبكم، حطهم شركهم فيه، اسال الله لكم القبول في القول والعمل. اللهم امين. بسحاب انا اقول اللهم صل وسلم وبارك على محمد. طبعا الكرم خصيصه النبلاء، من خصائص النبلاء وأم الفضائل، الكرم أم الفضائل. فيه من الأقوال العظيمة في الشعر يقول أبو تمام: تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. الله يا سلام. ويقول أبو الحسن التهامي: تعودت كفه
بذل النوالي فلو أراد تحويلها عن ذاك ما قدر. كرم يا أخوان أم الفضائل وأم المكارم، وأنتم تجودون على أنفسكم. الله سبحانه وتعالى قادر بقدرته أنه يغلق الوقف هذا وأوقاف كثيرة بأناس غيرنا اللي لم نشارك، فهذه حجة علينا. وصل الوقف عندنا وقامت عليها جمعية أروى مشكورين وبإشراف الدولة وبإعلان قناة الواقع، كلهم مشكورين الجهات هذه، الحجة قيمت علينا. خلونا نساهم جميعا في إغلاق هذا الوقف، الله يعيننا وياكم على الطاعة دائما. الله يجزاكم خير. قبل نختم الفقرة اليوم معنا اتصال من وكيلة الجمهور واقعية، أعطونا الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا أختي، أرفعي صوتك بس عشان نسمعك. يا هلا واقعية، معك نقاط تهدينها لمن يا واقعية؟ نقاط ما نسمعك يا أختي، ما نسمعك، رفع الصوت شوي. كم النقاط تهديها لمن؟ طبعا أعرف حاتم. في حاتم؟ فيحان؟ أيوه. فيحان 500 نقطة صح؟ عز قالت عز. 300 نقطة قالت عز. 300 نقطة عز ولا فيحان؟ قالت عز. عز العز صح؟ علي بالروية؟ يمكن علي بالروية. لا فيحان. فيحان الله يعطيك العافية واقعية، ويستاهل فيحان. وكيلة الجمهور طبعا مبدعة جدا في تفاعلها في تويتر، ومشكورين على جهدكم، وأنتم الأساس في نجاح البرنامج، تفاعلكم ومع الشباب، لأن الشباب كلهم جايين لتحقيق حلم، تحقيق هدف. الأخطاء تحصل، الأمور تحصل، هذه واقعية. الواقعية يحصل فيها أحداث كثيرة، لكن حنا نسلط الضوء على بعض الأحداث اللي إن شاء الله بإذن الله تصحح من خلال طاولة بدون تحيز. شكرا للنقاد، شكرا منصور، شكرا لك منصور، شكرا ابو عبد الله. عفو يا حبيبي، شكرا لك. شكرا ابو سحاب، الله يسعدك، شكرا لكم انتم يا اخوان، الله يعطيكم العافيه. لقطه ختام ما بين حلم الامس وانهدم اليوم، فمان الله مشعل قنور. يا أغلى من عطاني ربي أنتم. يمكن أني مر بيوم ضيقت خاطر أحد، زعل مني أحد، تطفلت على أحد، يعلم الله أنها مهم من قصد. لأنكم عارفين فطرة مشعل، والله العظيم أني تجي أغلب ما يجي مني يجي عفو، ما يجي خطأ يعني قصد، لا والله ما تربيت عليها ولا أسويها. لكن أنتم معكازي، أنتم محزن، أنتم عصابة فوق رأسي، أنتم إخواني، وأقول اللهم لك الحمد إنك عطيتني إياهم يا رب. دخلت ما أعرف أحد، سجلت ما أعرف أحد، دخلت وزقني رب الذول، أنتم إخواني، سندي، عباس.